مساء الخير على كل مشاهدي سي بي سي، والنهارده اول الاسبوع نتمنى نضيف لحضراتكم موضوعات تفيدكم. واسمحوا لي امسي على ابو فيده، عامله ايه؟ يا مساء الفل وجمال، ازيك يا منى؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. النهارده في زي ما تعودنا ان احنا نبدا حلقتنا بخبر على مواقع التواصل الاجتماعي اكثر رواجا وتداولا عليها. في خبر بيقولوا تزوجوا الاخت الاصغر، يا ترى ليه؟ لان الاخت الاصغر غير قابله انها تتخن بشكل زياده غير طبيعي، كمان وانها تقدر تجيب اطفال او تنجب اطفال اقوى صحه. يعني ده خبرين. بصي، هي دراسه في نيوزيلندا بتقول ان الاخوات الصغيرين الاصغر سنا غير جسمهم ما بيبقاش قابل للزياده، وان دايما الاخت الكبيره بعد ما تتم ال 25 سنه بتبقى في زياده في الوزن، مش عارفه نظرا لظروفها لقوه التحمل. يعني ما يعني دراسه انا شايفه انها مش منطقيه قوي، يعني حاسه ان لا فيها تمييز كمان، يعني هندور على الصغيره عشان ما كبيره لا توكل على الله، المهم بالاخلاق، رق على الاخلاق يعني. بس دي دراسه موجوده، ف يعني حبينا ان احنا نتكلم فيها معاكم. بس بقى كمان الدراسه الثانيه هي اللي لفتت نظري. ان الطفل بثروته او ان هو هيبقى معاه فلوس او لا بتتحدد من ولادته. لو هو اتولد قبل ميعاده، دايما بيقولوا الطفل اللي بيتولد قبل ميعاده، ده برضو دي دراسه بتقول الطفل اللي بيتولد قبل ميعاده بيبقى عنده مشاكل في الاستيعاب وفي الحسابات، فدايما بيبقى وظيفته بعد كده مستقبليا بتلاقيه ان هو ما بياخدش وظايف جامده وكبيره، لانه ما بيبقاش متعود على انه يفكر في حسابات وحاجات كده، فدايما هيبقى مستواه اقل من لو ما اتولدش من اللي اتولد بشكل طبيعي. ولان انا بشوف ان الولاد او البنات اللي اتولدوا قبل سن قبل ميعادهم بيبقوا اكثر ذكاء غير طبيعي. انا بقى ده دي تجربتي، يمكن عن بعض التجارب او في مصر تجربتي الشخصيه. يعني بنتي اتولدت قبل ميعادها ولكن متحمله مسؤوليه، بتعرف كويس جدا في الحسابات، يعني بتحدد حياتها ومستقبلها. يعني انا يعني دي دراسه تحترم، ولكن انا كأم عندي طفله اتولدت قبل ميعادها بقول ان لا، ده مش حقيقي. هم قالوا انه بالمقارنه بنظرائهم اللي معاهم في نفس السن، لا يعني اللي اتولدوا في ميعاد مكتمل تماما وقفلوا 9 شهور، دول بيبقوا اذكى في العمليات الحسابيه وبيكونوا ثروه كويس. مش موضوع اذكى، بيبقى كاملين النمو وتفر بقى عندهم ايه زياده. بس برضو ده مش معناه ان انا هقيم كل اللي اتولدوا قبل ميعادهم بان هم لا هيبقوا اقل في الاستيعاب، اقل في الحاجات الحسابيه. وعلى فكره الدراسه دي صفحه الديلي ميل البريطانيه هي اللي كانت قايله عليها. ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي او صفحات الفيسبوك في بوست لطيف قوي بيقول رساله لكل الامهات. دي حاجات يعني انت بتعملي كام حاجه منها وما بتعمليش كام حاجه منها، اعتقد امهات مصريات كتير بيعملوا كده. بيقول لك لكل ام ما تاكليش البواقي بتاعه الاكل، دي حقيقة. وما تشربيش مطرح كوبايات الولاد. ايوه، عشان تسخني القبل قبل ما تاكلي. انا بوفر وقت. انا اقول لكم حقيقه، انا بقول لكم احنا بنعمل ايه، انت بتعملي ايه؟ يعني بصوا، كل كلمه ما تاكليش البواقي وما تشربيش مطرح الكوبايات العيال عشان خاطر ما تطلبيش لنفسك اهو، بتوفري وهم ينبسطوا واحنا نبقى ناخد بقى. دي بيحصل، كلنا بنعمل الحركه دي. ما تقوليش انا الام ولازم اضغط على نفسي وتحرمي نفسك من حاجه. بيقول لك كمان يا مفيده ما تشربيش مطرح كوبايات الولاد، احنا قلناها، سخني الاكل. بيقول لك ما تقوليش انا الام ولازم اضغط على نفسي. بيحصل يا ما تاجليش حاجه بتحبي. معلش محمد كان بيكلمني، ما عرفتش ان انت قلتي كده. لا ده انا بقول حاجه بتحبيها. بنتكلم في النقط، ما تاجليش حاجه بنحب. احنا بنعمل كده، احنا بناجل كل لما تبقي عايز تعملي حاجه او مشوار. انت والله العظيم لو عايزه تروحي تروحي صيدلية أو تروحي الدكتور أو معاد عايز تحجزي الحاجة، حاجة بتوجعك بتأجلي عشان خاطر عيالك. بتقول والله احنا بنعمل كده، بعمل كل الحاجات. والله احنا بنعمل كده. بتقول لك كمان زوقي الطبق لنفسك عشان تاكلي بمزاج، ده انا مش انا خالص. انا باكل الطبق وهو بارد، ازوقه امتى؟ احنا بنعمل كده. انت بتاكلي اكل بارد؟ انا بحبه بارد. لا انا ما بحبوش بارد، لكن انا في اوقات مثلا لما بتيجي احنا العيال ولا حد معاها اصحابها او حاجه، احنا بنعمل الحاجات دي من غير ما احنا ناخد بالنا. احنا بنعمل الكلام ده بتلقائيه شديده جدا وكانه ده الطبيعي. فاحنا النهارده بنقول لكلهم لا، ده مش طبيعي، زوقي الاكل لنفسك، ما تاكليش مطرح حد، روحي المكان اللي انت عايزه تعمليه، يعني اهتمي بنفسك. النصايح دي لكل الامهات اللي ما بيعملوش كده، واحنا كلنا ما بنعملش كده. صحيح، عشان يبقى حتى في تقدير الذات. يعني انا عاجبني قوي كلي في طقم الصيني. ما تشربيش في بلاستيك كمان، قال لك ما تشربيش في بلاستيك وكلي في الطقم الصيني. حكايه الطقم الصيني دي اللي ما بيطلعش لما يجي عريس للبيت ومن السنه للسنه
سنه ولما يجي عريس للبلد خايفه عليه يتكسر او هو بيتغسل يتكسر. احنا بنعمل كده. استمتعي يعني هتزوقي الطبق وكلي وانت قاعده جميل. دي حقيقه ليه. احنا بناكل في المطبخ قدام البتاع ودي حقيقه. خصصي وقت لنفسك عمره ما بيحصل. كل الامهات بيتفرجوا علينا النهارده فين الوقت اللي احنا بنعمله لنفسنا ده. احنا بنبقى على نفسك تمشي شويه في النادي تمشي في الشارع تعملي رياضه في البيت بالزبط. خمس دقائق اي وقت مش لازم كل يوم وليمه. كل يوم النهارده بتصحي الصبح عندك ابنك واحد بياكل ملوخيه والتاني ما بياكلش ملوخيه فانت هتعملي ملوخيه وباميه عشان خاطر الولدين وفي بنت الثانيه بتحب البانيه فالبانيه مع الفراخ المشويه مش هينفع فلازم تعملي لها بانيه. يعني بجد انت كل يوم بتصحي الصبح علشان خاطر كل واحد في في الاساتذه اللي موجودين عايز ياكل حاجه عايز ولا عامل دايت وعايز غدا ولا عامل دايت وفين يا ماما اكل الدايت. انا بقول الكلام ده عشان احنا بنعمل الكلام ده في ماما كلنا والله الامهات تعمل كده. ما تاكليش اكل مش بتحبيه وبعدين يوم مش طبخه او بتعملهم اكل مفيد هتقولي مالها التونه مفيش مشكله ان انا اكل اي حاجه. ما تقوميش تمسحي والعيال نايمين استمتعي بوقتك وهم نايمين يعني مين حاجة مين أنا الام أمي. اللي بتستمتع بوقتها انت بتقومي تعملي كل حاجه كلنا عندنا مبدا ده الحق انظف البيت قبل ما العيال يصحوا. ليه فعلا استوقفي ليه يعني ليه احنا بنعمل كده ما نقعد الوقت اللي العيال الحمد لله نايمين فيه ما نقعد لنفسنا ما نقعد نقرا الجورنان في البلكونه. ما بقولش ان احنا نعمل حاجات كتير نقرا الجورنان نفطر اقعد مع نفسي كده اشوف انا ورايا ايه اكتب ورقه وقلم انا ورايا ايه النهارده. ليه دايما احنا لما نصحى الصبح لازم نفكر نوضب الاوضه واوضب الاوضه الفاضيه الاول وامسح المواعين وتحسي بذنب وانك انت ما اديتيش. بصراحه انا بحيي الامهات اللي كتبوا الكلام ده والله امهات مكافحات. يقول لك اعزمي على نفسك على ايس كريم يا سلام ايه المزاج ده. لو انا باخد حد معايا من الولاد برضه يعني مش اخرجي مع صاحبتك كل فتره احنا ممكن دلعي نفسك وما تستنيش حد يدلعك ما احنا عارفين محدش هيدلع. لا يلاقي حد يدلع ما يدلعش عندنا يدلع نفسه. قبل ما نطلع الآية ونشوف الأسرة اللي معانا هنتكلم عن النهاردة عندنا إيه. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا هو يعني يجوز الكثير يعني يبقى ضد الموضوع وفي ناس تقول لا ليه لا أنتوا ضد الموضوع ده. موضوع أنتيمة جوزي صديقة جوزي يا ترى او صديق انت مراتي او صديق مراتي. طبعا بس احنا بالاو يعني احنا هنقارن بيه شعور الرجال لكن احنا بنتكلم على صديقه الزوج. زوجك ليه صديقه من ايام الدراسه او كانت معاه في الشغل ولما اتجوزتوا بقت ما زالت العلاقه موجوده بعد كده. يا ترى شكل العلاقه دي ايه؟ هل ليه ضوابط؟ يعني انا شخصيا انا مع ان يبقى فيه ده ولاني مش اي زوج انت بتثقي فيه مش اي صديقه انت بتثقي فيها. وفي ناس فعلا مفيده تربوا في مدارس مختلطه فبالنسبه لهم لو ده لو انا بحبه كان قدامي اتجوزه. لا ده فعلا زي اخويا ده فعلا زميلي في الدراسه. هل احنا بنقبل ده ولا لا؟ وهو هل كمان بيقبل فكره انه هي معاها زميل في الدراسه وتربوا مع بعض وممكن يبقى في صداقه بينهم وبين الاسره؟ بصي هو النهارده احنا بغض النظر عن وجهه نظرنا نومونا النهارده احنا عاملين نوع من حلقه حواريه او ديبيت كده. في ناس موافقين جدا ان انا يبقى مناظره يبقى الجوزي ست انتيم وبتشتغل معاه واصحابه وفي ناس يقول لك لا الست لو دخلت هتبقى هي الطرف الثالث هتاخده مني. في حقيقه الامر احنا عايزين في مننا مقتنع انا من وجهه نظري انا مقتنعه ان يبقى زي منى كده ان يبقى الجوزي صديقه بس المعايير المحطوطه ايه وليه ليه دايما احنا واخدين فكره عن الجواز انه احتكار. يعني انا ما اشتريتش الراجل ده انا الراجل ده موجود في العلاقه دي بمزاجه. لو حب يا حبيبتي ان هو يطلع منها يطلع منها والرجاله لما يحبوا يعملوا حاجه سواء عرفنا او ما عرفناش هيعملوها. فالذكاء يعني انت معايا انه يكون في الاول في ثقه في جوزك وفي ثقه في الشخصيه اللي هو بيعرفها كمان ست محترمه ست يعني بصي انا افرضي انا جوزي افرضي انا جوزي ليه شريكه وافرضي انا جوزي ليه صديقه من ايام المدرسه انا ما اكيد محترمه لان هي صاحبته لان هو راجل محترم وهي لو هو عايزها ما كان اتجوزها قبلك بالظبط يعني هم مش بيبصوا لبعض كده. مشكلتنا ان احنا لا برضو ما هو خلي بالك طب هو يرضى في المقابل انه يخليها ليا انتيم؟ لا كل الرجاله هيقول لك نعم كله نعم ليه يعني انا مش راجل ولا ايه انت تقعدي تكلميه وتقولي له ايه وتبعتي له مسج وتبعتي له واتساب طب وايه المشكله طب ما انا سايباك بمنتهى الحريه والثقه ان انت يبقى ليك صديقه وتكلمها وتخرجوا مع بعض وساعات تستشيرها في علاقتي بينك اللي بيني وبينك. ليه لا ما ترضاش ان انا يبقى ليا صديق بنفس الاحترام واستشيره في مشاكلي اللي بيني وبينك عشان هو يسهل لي الموضوع. ليه ازدواجيه الشخصيه ازدواجيه الرجل الشرقي
انا بتاعتي. اه بس في رجاله وهيكونوا معانا النهارده بيدافعوا عن وجهه النظر دي، يقول لك اه ليه لا، لو انا بتكلمي بره حد يقول لك مثلا انا لا، لو مراتي ليها حد كان زميلها احنا بنبقى اسره واحده وانا عارفهم كويس واثق فيهم وخلاص. فاحنا النهارده هنقابل النماذج دي. لا. يمكن في بعض الناس يقول لك ايه ده مشكلتنا يا منى بتتكلم في انا شفت نماذج، وانا زوجي راجل محترم وليه صديقات هم نفسهم بيفرملوا مجرد هو اتجوز بتبقى العلاقه مش زي الاول، لكن انا اللي جوزتني لجوزي صديقه ليه دكتوره هناء شمس، يعني هي اللي جوزتني ليه، اقول لها حتى ايه ماما رايحه تخطبني انا، يعني ليه لا، انا ليه ما يبقاش في صداقه محترمه؟ بتكلم على ان يبقى عندنا الصداقه، ما حته الفرمله وما فرملهاش دي مش موضوع كده، موضوع هل المبدا بتاع ان جوزي عنده صديقه انتيم بيستشيرها ليه دايما احنا بناخد الحته دي في ان طب ما هو ممكن يصاحبها، قال لا طب ما هم بينهم وبين بعض الراحه وهيستظرفوا بعض دول هيحبوا بعض، مين قال الكلام ده؟ هل انا لو الراجل ده عايز يصاحب الست دي هيبقى مستني ايوه ما يبقى كل الناس متجوزك تبقى عارفه انها شريكته او حبيبته او صاحبته؟ اذا احنا متفقين في رايي، لكن انا هبقى مع الفريق اللي ضد، يعني انت مع الفريق اللي موافق وانا النهارده مع الفريق اللي بيعبر عن ضد ليه، عايزين نعرف من وجهه نظره هو ضد ليه. مين معانا في ضيوفنا النهارده؟ الفقره دي معانا رشا فاروق ومعانا عبير الفخراني من غير القاب يعني، ومحمد محسن، وهم ضد الفكره يعني ضد ان يبقى عندهم اسبابهم وهنسمع ليه. طب الفريق بتاعي بقى اللي هو هيبقى موجود معايا هايدي بولس ومعايا سونيا الحبال ومعايا استاذ احمد حسن، وهم الثلاثه مقتنعين ان ينفع يبقى في صديقه للزوج وصديق للزوج. على فكره انا مش هنتكلم بس في حته ان يبقى للراجل صديقه، لا راجل فتح دماغك وكمان تبقى لمراتك في صديق محترم النهارده مش بيخرجوا مع بعض عن يعني ايه وايه ده كده قله ادب. لا احنا بنقول ان في ضوابط وفي ناس محترمه جدا ممكن يبقى بينها صداقه محترمه. فقره المطبخ معانا دينا سميح، دينا هتعمل كباب اسكندراني ولا اسكندر؟ كباب اسكندر وسينابن بايتس. سينابن بايتس خلينا نشوف. الله شكله جميل جدا جدا، ده ايه ده اكل رائع وتقديمه حلو قوي قوي. ده الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده حقيقي. طيب ايه ده هنطلع ونلتقي بضيوفنا معانا ايه شعيب. مساء الخير ايه، في ضيافه استاذ سيد امين من هضبه الاهرام. مساء الخير. طيب احنا نرجع لكم تاني. خلينا نقول النهارده عندنا صوره المنشن اللي احنا هنعلق عليه النهارده، صوره لطيفه جدا. اب امريكي ابتكر كرسي خاص ان هو يقدر يذاكر لاولاده الثلاثه وهو حاضنهم. شوفوا الكرسي محتضن فيه كده لمه وفي حميميه، يعني شغل مخه وابتكر حاجه جميله جدا جدا. احنا بنقول لكل اب النهارده بيتفرج على الصوره دي، انت مجرد انك تدينا وقت بسيط للولاد دول بيفرق معاهم جامد جدا. هل عندنا الرجل ده؟ انا اعتقد ان في رجاله كتير، يعني شوفوا انا مش يعني مش ضد الموضوع، لكن انا متاكده ان في رجاله كتير بيدوا الوقت ده لاولادهم، بس طبعا هنسيب الموضوع للستات. عايزين تبعتوا الصوره دي لمين وتكتبوا فيها ايه؟ حلوين احنا تحت امركم. النهارده من المقالات اللي احنا بنرشحها لحضراتكم، يعني قلنا كفايه بقى نتكلم عن الحياه الزوجيه ومشاكل الاطفال والاكتئاب، ونرشح لكم حاجه لطيفه قوي بتقول شراء الجزر لم يعد قاصرا على المليارديرات فقط، يعني مش لازم تبقى ملياردير عشان تقدر تجيب جزيره ثمنها حاجه بسيطه جدا 80,000 دولار، اللي هو نص مليون جنيه، اللي هو بيجيب شقه متوسطه الحال دلوقتي. ولو ان انا يعني بقول انه لا، يعني الاسره المتوسطه في مصر لا، ما نقدرش نقول الاسره المتوسطه تقدر تجيب شقه ب 500,000 جنيه، لكن هو خبر للاغنياء النص نص. يعني ده خبر انا كده فهمت ليه الرجل اعمال نجيب ساويرس عارض على ان هو يشتري جزيره للاجئين، ده معناه ان الموضوع ارخص بسيط جدا بسيط، فممكن ان احنا نشارك فيه كمان. ليه لا؟ والله تصوري نقدر نعمل المبادره دي من الستات. احنا بنشكره على الفكره دي، اتمنى ان كل الناس يفكروا بنفس الايجابيه دي. تمام احنا معانا ايه. طيب لسه شويه. طيب مش معانا ايه، احنا بنعتذر بس التكنيكال يعني عندنا حاجه الحلقات بقى المجمعه والتقرير معنا. عايزين نقول عندنا ايه يعني حلقات المجمعه النهارده واخبار الصحف قالت ايه عن حلقات الستات عندك ده مفيده؟ هنشوفه، هنطلع فاصل وهنشوفه. نطلع فاصل طيب أوكي. خلاص نطلع لفاصل ونرجع بعد كده نواصل حلقتنا النهارده. واجهه ان شاء الله تكون جميله ومتحضره ورائعه.
مواضيع مثيرة للجدل قدمها برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا الأسبوع اللي فات، بتهم كل أفراد الأسرة، وده كان استطلاع الرأي لبعض الشخصيات الهامة. الفكرة دي عاملة إيه في عقول الناس؟ في ناس حاسة إنه إن هي على طول محسودة. أنتِ محسودة ولا لأ؟ ولا إحنا بنتوهم زيادة؟ الله مديني نعمة ممكن الناس تحسدني عليها، بس أنا بقت عندي حصانة عالية بعد حادثة حصلت لي. تعرضت طبعًا للطاقة السلبية دي كتير في حياتي. في هذا في وجدان المصريين، ده غير طبعًا الشبشب المقلوب واللي بيتعلق على الباب. فحسدوني على طاقتي في مساندتي لوالدي. الطاقة النيجاتيف بتوقف لك أحلامك. احنا لو ما ركزناش، يعني مثلا انا ممكن اصحى كل يوم الصبح دي فلانه اصلا بصت لي، ده انا عييت علشان مش عارفه مين قالت لي اصلا كذا، ده انا خسرت حاجه اصلا في شغلي عشان حد مركز معايا في شغلي. عارفه انت لو ما ركزتيش ومشيتي اصلا في حياتك وما بصيتيش اصلا حواليكي، يمكن حتى لو الحسد حصل ما تحسيش بيه. مواجهه ان شاء الله تكون جميله ومتحضره ورائعه مع ضيفنا الدكتور معتز بالله عبد الفتاح. انا عندي عيوب كتير، بس في رايي ان اكثرهم ضررا ليا ان انا ابقى حسن النيه مع الناس. في ناس شايفين معتز عبد الفتاح شخص بيمسك العصايه من النص. عندكم مشكله، معلش اسمح لي يعني ان انا اقولها، انه كل واحد عايش في العالم بتاعه. عارف انك تمسك العصايه من النص، بس عرفتكم في النص. انا رايي اعرفكم في النص ده مهم. يعني ارى انه هذا المجتمع سيودي به الى الهويه التطرف. تغير رايك كل فتره، يعني ممكن تعترف ان انت كنت ليك وجهه نظر وغيرتها. دايما عندك مخرج من اللي ممكن تبقى بتتزنق فيه بشكل مقنع جدا. شايفه انها كانت حلقه مفيده جدا، لانه اولا انتوا بتعرضوا الراي والراي الاخر، وكانت فرصه ان هو نفهم ليه الاستاذ معتز عبد الفتاح كان بيقول بيعرض الآراء دي أو بيقولها يعني. بس هو كمان في بعض الآراء اللي هو كان بيقولها كانت بتفهم غلط، يعني هو نتيجة يمكن لعملية إن هو ما فيش وضوح وصراحة تامة، فده كان بيخلي الناس بتتشكك فيه. يا إما ليه لون يا إما مليش، ما ينفعش. لو كنت مكاني، أنت بتشتكي مننا إن إحنا بنتجسس على حضرتك من خلال الموبايل أو الواتساب أو الفيسبوك. انا معترض على كلمه انت بتقوليها ان هي بتتجسس. انا يعني هو القصه مش تجسس، واضح ان انت بتطمنها ومديها باسورد، ويعني بتحاول ان انت تطمنها. انا كنت بتكلم قدامها في التليفون، وانا عادي طالما انا بتكلم بطريقه عاديه جدا. فكره ان انا اتلصص وان انا ابص وان انا اعمل ده فيه اقتحام للخصوصيه. غلطته بتبان بسرعه بالظبط يعني كده. كنت فاتحه الفيس بتاعه وهو كان في الشغل، ولقيتها بقى شفت الرد بتاعها هي على الرساله. ايه الموضوع يعني؟ ايه الدليل المادي بتاعك؟ التصرف العام بتاع اي راجل انه هيواجه في ساعتها، يعني مش خصوصا لو الموضوع مش يعني مجرد تليفون او مجرد حاجه بتكلمي مين ده ايه ده يعني في ساعتها هيكون مخلص الموضوع. المواجهه بالنسبه للست فيها حته شويه تهين كرامتها شويه، يعني هي بتفضل تتدارى الاول لغايه ما تتاكد من الشيء. يعني هي لو واجهت ممكن ان هيبقى شكلها حتى منتقد، يعني انت بتتكلمي في ايه، وبتبقى عارفه ان رد فعل الراجل هيطلعها اكيد مجنونه في الاول يعني. فعشان كده بتبتدي تعمل تراكمات من الحاجات علشان لما تحط القضية يبقى عندها تفاصيل كتير تقدر تطرحها. يعني بعد ما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة وخدت 30 ألف معلم، منهم 11 ألف معلمة عندهم مشكلة. في الدخلة الأولانية في الحوار قلت إن أنا شوية مش متعاطفة. تسكين ما بين مدينتين، يا إما سوهاج يا إما إيه. اعتقدت لما أروح في محافظة تانية هروح في محافظه قريبه ليا، مش فرق بيني وبينها 15 ساعه. طب يا فندم انت جايب لنا اخر بلد، مع العلم ان انا محافظتي اصلا فيها عجز، طب ازاي؟ انا اعطي صفر اخر لوزاره التعليم. ده طبعا نتيجه لان الوزاره حينما اعلنت عن هذه المسابقه، مسابقه ال 30 الف معلم، كانت بتضع في المقام الاول مساله العجز في التخصصات. بمعنى ان في محافظات بيبقى فيها تكدس مثلا في مدرسين اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه او الرياضيات، ومحافظات اخرى بتعاني من عجز في نفس هذا التخصص. النهارده احنا جايبين كونسولتو للمراه بعد سن ال40، مش عشان حاجه، احنا ما بنكبرش. المراه زي ما قالت مفيده عشان تبقى جميله او تبقى تحتاط او تبقى في وقايه
هتبقى في وقايه قبل ال 40، هي من سن 40 لسن 51 اللي هي الفتره اللي بيبدا يضعف فيها الهرمون اللي بينتج من المبيض. اكتر حاجه طبعا بيخوف منها الاطباء هشاشه العظام، هل هي بتظهر في ال 40 ولا من قبل كده؟ في اتفاق في العالم كله ان بدايه من سن ال 40 نبتدي نبقى اكثر حرصا في موضوع الكشف على الثدي. انا بخاف مؤكد بعد ال 40 خصوصا عندنا في بلادنا العربيه نسبة الحمل والولادة كتير، يعني مش بنعمل طفل واحد زي برة، فكل ده بياخد من صحة السيدة، بياخد منها من أسنانها بالكالسيوم بيضيع، من نفسيتها، من شكل جسمها. في صداقة بين الرجل والست، صداقة بريئة، صداقة محترمة ويكون ليها ضوابط، ولا احنا في مجتمع زي ما الناس بتقول لا احنا في مجتمع معقد، انتوا بتبصوا للحاجات دي بتعقدوا الدنيا، احنا متربيين مع بعض، كل الحاجات اللي احنا بنسمعها دي، يا ترى في انتيمة جوزي وده موضوع مقبول في مجتمعنا ولا لا؟ خلينا ناخد اراء ضيوفنا ما بين المؤيد وما بين المعارض. معانا الناس اللي ضد الفكره وضد فكره ان يبقى في انتيمه الزوج، استاذه رشا فاروق اهلا بيكي، استاذه عبير الفخراني اهلا بيكي، استاذ محمد محسن اهلا منور، والفريق اللي مع الفكره استاذه هايدي بوليس اهلا بيكي هايدي، واستاذه سونيا الحبال وكانت مستضيفه الستات في منزلها اهلا بيكي، واستاذ احمد حسين مع الفكره ايضا اهلا بيك استاذ احمد. هو السؤال للسته لحضراتكم كلكم، هبتديها من عند رشا. رشا انت ليه موافقه او مش موافقه ان جوزك، انت مش موافقه ان جوزك يبقى عنده صاحبه انتيم، ليه؟ لان ده مش الطبيعي. مش الطبيعي؟ لا مش الطبيعي ان يبقى جوزي عنده واحده صاحبته انتيم يروح يحكي لها كل حاجه. وانت تحبي يبقى عندك صاحب انتيم؟ لا برضه ده مش منطقي. مش منطقي. طيب احنا سريعا بس عبير. لا طبعا ارفض وجود صديقه لجوزي، زي ما هو كمان هيرفض ان يكون ليا صديق. وده بسبب ان انا موجوده ليه ما دام في المفروض ان انا ابقى الصديقه والاخت وما دام في زواج، يعني اي حد بياخده مني هو بيأثر بشكل او باخر على علاقتنا في الاسره او على الاولاد او على البيت. اوكي استاذ محمد. طب يمكن نفس الراي برضو، ان طالما انا متجوز فالمفروض ان مراتي هي صديقتي والمفروض ان انا صادقها، فهي العلاقه المفروض ان انا وهي ماشيين في خط متوازن ان احنا الاثنين اصدقاء واسرارنا مع بعض. وبعد كده ممكن نتكلم. تمام خلينا بقى نشوف مجموعه نفس اللي مع الفكره. هايدي بوليس انت مع الفكره ليه؟ هو صلح المسمى بس مش الانتيم، يعني الصداقه، لانه الصداقه عامه يعني معنى حلو ومش المفروض نتعامل. لا هو انتيم، لا انتيم، لا هي حدود، لا انتيم اللي هو اللي بتثقي فيه بتكلمي معاه اللي بس مش كل الحاجات يعني. ايوه مش ضد التسميه، لان انتيم دول ما بيسيبوش بعض، لكن ولا ممكن يكون الصديق اللي هو لمده 15 سنه من اول من وقت الدراسه ومن قبل. لكن انتي مع الفكره ازاي؟ انا جوزي عنده اصحاب لغايه دلوقتي وانا عندي اصحاب من وقت الجامعه ومن قبل الجامعه كمان. بنات. اوكي تمام. استاذه سونيا. انا بايد الفكره لسبب ان كثيرا الصداقه بتحل بالعكس مشاكل كثير زوجيه. الزوج والزوجة ممكن مهما بلغت الصراحة ومهما قلنا كلام كتير وإحنا ممكن نبقى أصدقاء، بس أنا ممكن صراحتي مع الزوج أو الزوجة تجرحني، فبستشير صديقة أو صديق أنا واثق فيه. يعني الصداقة برضو عندي ليها ليميت معين، يعني ما معنى الصداقة؟ الصداقة لا مش طبعا الموت اللي هي ليها معاني كتير، لا في صداقة محترمة، في حد أنا أثق في رأيه. تمام. أستاذ أحمد. بص أنا أقول لحضرتك على حاجة، هو الصداقة دي لو ليها حدود مفيش مشكله منها، لان انا مش متجوز واحده عشان انا ادخلها سجن او عشان انا احبسها، لازم برضو بديها مطلق مرحليه ان نتعامل فيه، بس الحريه دي لازم يكون ليها حدود معينه، ما ينفعش ان هي تتعداها. مع المسمى حضرتك برضو انتيم ولا برضو صداقه؟ لا انا حضرتك اعرف حاجه اسمها زميل، اعرف حاجه اسمها صديق. بالظبط. تمام. فهي لو زماله انا ما عنديش فيها مشكله طبعا، في زميلي غير صاحبي غير صديق. وانت كذلك. طبعا كزميلة. انت يبقى عندك زميلة صديقة تقدر تتكلم معاها تستشيرها في حاجات، مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. في حدود. في حدود طبعا. في حدود. طيب. ايه مخاوفكم؟ يعني برضو استاذة رشا انت بتخافي من ايه؟ يعني لا هو مش موضوع بخاف من ايه، هي فكرة الانتيم مع صداقة موجودة وزمالة موجودة، لكن يعني ايه انتيم؟ يعني مثلا يبعت لها على الواتساب في وسط الليل؟
لا. هو ده مقبول؟ لا لا. طب ايه؟ ده كده بيحبها حبيبتي. طيب ماشي. الصداقة بس يعني كده تحضر الصداقة كده تبقى انت على طول. الانتيم حد قريب قوي. فصديقة لا. طب ما طب ما يبقى الانتيم ده راجل ليه لا؟ انا صديقه. انا اللي انا عايزة اقول لك رشا صح؟ اه انت بتقولي ان الانتيم حد قريب قوي. بالظبط. ايه المشكلة؟ ان يعني يبقى حد قريب قوي من جوزك في نفس الوقت انت قريبه جدا. اصل الجواز انت ليه واخداه على ان هو احتكار؟ يعني انا شايفه يعني انت شايفه جوزي بتاعي وهو انا هو يقول افرضي هو مش عايز يتكلم معايا. لا هو الفكره في الجواز مش احتكار خالص. امال ايه؟ بس الفكره ان قبل ما اكون زوجه فانا صديقته وحبيبته وبيحكي لي كل حاجه، فهو هيستعين بواحده ليه بره؟ آه بس يمكن كمان يعني ست بيحترم فكرها في مواضيع معينه، بتتكلم معاها في البيزنس وانت بتعرفيش تتكلمي معاها في البيزنس. لا ما يعني مثلا لو حتى محتاج يتكلم في البيزنس اقرب حاجه هيروح لواحد صاحبه. ليه واحد صاحبه؟ ليه هتحدديها له رشا؟ ليه يعني احنا موضوع تأنيس يعني تأنيس بيرعبنا احنا. لا طب ليه انت شايفه ان انت قررتي ان هو لما يبقى عنده مشاكل في الشغل احنا ستات ما ننفعش نتكلم فيها، روح لراجل؟ في ست بتفهم في الشغل وممكن ياخد رايها. لانه هو عنده صحاب كتير بيفهموا في كده، فليه يلجا اشمعنى للست؟ بتريحه يا ست. بتريحه؟ طب بتريحه والراجل مش هيريحه من غير غرض وحش، فهماني؟ انا بقى فكري في لو هو مثلا صديق قوي مع واحده من ايام الدراسه، طب ما يعرف مراته عليها وهي متجوزه يبقوا كلهم يعني كابل. انت ترفضي اللي مش متجوزه؟ يعني لو هي مش متجوزه طلقت. لا لو هي متجوزه بس هي بعد جوزها على الصوره، يبقى في اكيد حاجه غلط في الموضوع. ايوه احنا الشك كده اللي بيجري. لا مش شك بس لو الموضوع مظبوط طب ايه المشكله؟ لو ست محترمه. طب إيه لو ست محترمه يعرف مراته عليها. طب هي قلت كده وانا بكمل كلامك. اسمحوا لنا بس احنا عشان الموضوع لكن ما يبقاش الموضوع برايفت. احنا بنتكلم في ان علاقه الصداقه واضحه للزوجه، ان انت عارفه ان منى هي الانتيم او ليها، انا متجوزه وانا عارفه ان منى صديقه جوزي وانتيمه وانا عارفاها وهي عارفاني، ما عنديش اي مشكله فيها، مفيش تخبيه، فاهماني؟ يعني أيوة مش مخبي. بس ممكن تكون هي مثلا معاه في الشغل، في بينهم وبعض شغل، في بينهم وبين بعض. لا دي زماله، اسمها زماله. اوكي انا ما اسمهاش ابدا صداقه. ما تحبيش يعني انت هل لو غيرنا الاسم؟ لا زماله مقبوله طبعا. مقبوله لان الزماله ليها حدود، لكن الصداقه لا، هيروح يحكي حاجه مثلا تخص البيت تخص مراته. لا ده غير انت مع الضوابط برضه. ده غير مقبول. عبير هي بتقول لازم تكون ست متجوزه، لازم تبقى في مواعيد للكلام، في ضوابط معينه. انت انا الاول عايزه يعني اعرف فكره الانتيم ايه، لان لو اتخذت بالخارج مثلا هي البوي فريند دي طبعا يعني لا طبعا دي مش في مجتمعاتنا خالص. عايزه اعرف تعريفها ايه، اللي هو في ناس مثلا دخلت الزماله في الصداقه في ان دي واحده بتكلم واحد مش عارفه الدنيا لخبطت شويه. فهل احنا بنتكلم انتيم؟ انت هو رفضك للفكره ايه؟ مخاوفك زي ما سالنا. هقول لحضرتك اولا انا مش رافضه الفكره انه يبقى ليه انتيم واحده بس. لا انا كمان لو في واحد، لان هو الانتيم دايما واحد. يعني حتى انت صديقتك القريبه قوي منك هي واحده في الحياه. ما اقصدش اقصد واتيفر كان راجل او ست. لان انت المفروض دلوقتي في زواج، في رباط. حتى لو حضرتك قلتي مثلا او استاذه مفيده مش مرتاح في الكلام معك، لا حاول ترتاح معاها في الكلام، حاول اكيد انت لين شويه هي لين شويه، المهم نوصل لنقطه ان احنا بقينا كلوز قوي لبعض ومش قادرين يعني ايه خلاص بقيتي صديقتي بقيتي، والعكس طبعا بقيت كل حاجه، وندوب بالفوارق اللي ما بيننا. مش بس لو واحده، لا كمان لو واحد. انا شايفه ان الراجل اللي بيقضي وقت بره كتير قوي مع اصحابه، لا مراتك اولى بيها، حاول تقرب من مراتك احسن عشان بيتك وعشان ولادك، ما هو ده بينعكس. يعني انت رافضه الفكره تماما؟ مش بدوابط. ليه هذا الكم من ال انت حجر على الرجل وفي نفس الوقت حجر على الست؟ انا حجر يعني على نفسي كمان. انت طالما اتجوزتني يا جميل، لا طالما اتجوزتني يا جميل، بص حبيبي لا تفكر ولا تتكلم ولا تيجي ولا تروح، ولو حلمت تحلم بيا، ولو زعلت تزعل معايا. بتقول لك المرأة المصرية ستايل سهيل. هايدي ليهم دخل، احنا عايزينكم تسألوا بعض. كانت بتسألها هي، هتسألها عبير. كملي وخدي بكده، واللي هو تسمعني مفيش حاجة في الدنيا بتيجي بالعافية. اوكي
هو يبقى حاطط دماغه ان هو في نقطه تنازل، هي في نقطه تنازل بنلتقي مع بعض. تنازل من ايه حبيبتي؟ لما ده مصلحه يعني احنا في زواج عليها تنازل مش بتوافق. اسمحوا لي بس، هو مين جه جنب الجواز؟ احنا بنتكلم في علاقه جوازك رائعه، عايزه تشرط عليه لو اتجوز يتنازل عن الصداقه دي. بالظبط، انا بتكلم في ان ممكن جوز، وانت زوجه رائعه وانتوا الاثنين كويسين مع بعض، ان بيبقى في حد تاني بيجي يميل عليه يستلف منها فلوس. شوفي بقى بقول لك ايه، ممكن لا ما لازم يبقى عنده كرامه برضه، يصرف له واحد على تحلله مشكله ما هي قادره ان هي تعمل. ده عادي، انت عندك مخاوف ان هي تقلب لحاجه تانية؟ بصراحه عينيكي دمعت ليه؟ طيب انت عندك مخاوف انها تقلب لحاجه تانية؟ يعني لا. لو هو احتاجها زي ما تقول مفيده وسالها في حاجات وحاول يروح لها تحل له مشاكله او يسالها، انت خايفه انها تتحول لحاجه تانية بالضروره انها لازم تبقى بعد كده في خيانه؟ انا كلامي كان واضح، بقول فكره رجل او ست صديق انتيم ما دام متجوز حاول ده يكون مع مراتك رقم واحد، نمبر 1، مش واحد بس او واحد، عشان ده في مصلحه البيت. احنا في جواز في حاجه دلوقتي، احنا للاسف إيه المجتمع بتاعنا كسرها. عارفه عبير انت تكلمت رايي ايه؟ رايي ان انت من جواكي انا عشان انا ضد، فانا هفضل خايفه موت من دخول منافسه اخرى، وانت واخده منافسه اخرى في حياه جوزك، لان انت شايفه انك ساعتها مش هتقدري تواجهي او تنافسي. طب ليه؟ هل مش اي رجل رشا؟ هل مش اي رجل؟ مش اي راجل انت تثقي وتدي لو ده مني قولي. لا لا لا، انا وضحت فكرتي، انا قلت واحد وواحده، ما انا مش دي يعني هي منافس او منافسه، انا شايفه بالظبط الحياه الزوجيه. لكن كل حاجه طيب. في حاجه اسمها في الدين بتاعنا الاعمال بالنيات، فين النيه في الموضوع؟ انت نيتك شمال دي قصه تانية، انت نيتك شمال دي قصه تانية. طب هيقول لك انا ونيتي يا ستي بالظبط، لكن في حاجه غلط. وبعدين في وبعدين الرجاله بيعملوا حاجات غلط مع بعض برضو، مش بالضروره. انا بشوف ان الست اللي هي خايفه ان يبقى في صديقه لزوجي، اصل ممكن تتحول. انا عندي ثقه في نفسي تخليني ما دام تحولت، انا مش هبذل مجهود، مش هبذل مجهود. هو ارتاح يعني، نام على الجنب اللي يريحك. لا لا، هو ارتاح، هي قدرت بجد يعني. بس يعني انا واضحه هي من وجهه نظرهم ممكن يقول لك انا فتحت باب الشيطان، انا اللي يعني هو كان انا بتكلم على الصداقه اصلا. لما اقول للست خلي طول الوقت، لا بقول للست خلي في صداقه واضحه بدل ما تبقى في صداقه مختفيه. انت لو ما قبلتيش ان يبقى لي صديقه لان عايز يشتكي منك لحد بيثق فيه، خليها تدخل وخليكي واثقه فيها عشان تبقى هي عندها قدره. هي هتدخل في الخلاف. طب استاذ محمد، انت خايف يعني، هي هنا الزوجه بتخاف لان النصيحه، ما انت تسال واحده زميلتك كانت معاك في الدراسه ان هي ما تخلصش النيه، ان ما تخلصش النصيحه تخرب البيت، تقول لك لا لا سيبك منها مش عاقله. ممكن دي مخاوف. بص حضرتك عامه الزوجه المصريه لازم نقف عند نقطة بس ما حدش يتكلم فيها يا جماعة. الزوجة المصرية عامة بتغير، يعني خلينا مفيش زوجة مصرية ما بتغيرش. الزوجة المصرية أكيد كلها، أي زوجة مهما كانت ثقتها في الراجل اللي معاها بتغير. أنا ما بغيرش. فأنا قبل ما أفكر في الخطوة ديت لازم أقدر إن في حد ممكن يكون بيغير عليا. تمام كده؟ رائع الكلام اللي أنت بتقوله ده. أنا يعني اللي حضرتكوا بتكلموا كله إن هو زمالة، يعني ان انا بتكلم مع حد يبقى في نطاق شغل، يعني مثلا في الشغل، فانا اكيد عندي زميلات في الشغل ممكن برجع لهم في حاجات او بكلمهم لو في مشكله او هم بيكلموني لو في مشكله. او من ايام الجامعه يعني ما كانت قدامك وما اتجوزتهاش. هو يعني في الوقت اللي احنا فيه بعد الجامعه كل واحد بيتفرق، فبيبقى قليل قوي لما يعني يفضل الا لو ولاد، انما لو بنات برضو لما بيتجوزوا طبعا بيبعدوا برضو. يعني ده مجتمع شرقي، واحنا يمكن لسه محافظين على حاجات بسيطه من المجتمع الشرقي، ان الواحده لما بتتجوز خلاص، يعني يمكن حتى لما يكون كاصحاب ولاد بنتكلم ما نقدرش نجيب سيرتها خلاص لان هي اتجوزت. انا شايفه ان احنا كلمه اصل احنا مجتمع شرقي، ده احنا اللي ظالمين المجتمع الشرقي. اولا المجتمع الشرقي مجتمع متمدن جدا، متفتح جدا، يقبل بشكل ايجابي الصداقه ما بين الرجل والمراه، لكن متحفظ. ولا ممكن ابقى باحترام متحفظ يعني انت اصل انت ليك حق ان الستات كلهم بيغيروا تمام، بس انت كمان كبني ادم انت عندك صديقه تقدر ان هي محترمه، طالما انت راجل محترم فانت منقي حد محترم ممكن تحافظ على غيره مراتك او تبقى محافظ عليها، وده ما يمنعش ابدا ان انت تلجا للست دي لما تبقى لانها شريكتك، لانها صديقتك، لان هي في اصل الصاحب ده
بياخد وقت طويل قوي عشان يتعمل. احنا سمعنا وجهه نظر محمد، عايزين نسمع وجهه نظر احمد، وانت انت مع الفكره ليه؟ خلينا نطلع لفاصل ونواصل حوارنا تاني مع ضيوفنا هنجيب لكم الفاصل ان شاء الله. ما زلنا بنواصل حوارنا مع ضيوفنا، وزي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت في مناظره في كروس فاير جامد جدا بين فريق معارض وفريق مؤيد لفكره هل جوزي ينفع يبقى ليه صاحبه انتيم. نساله مش مشكله غيره، دي الستات طبعا مش مشكله غيره، ايه المشكله ان يبقى كل اصحابه رجاله؟ موضوع مهم جدا، خلينا نواصل فيه. مش موضوع غيره والاثنين لابسين اصفر على كراسي صفراء. استاذ احمد حسين قبل الفاصل قلنا هنسمع وجهه نظرك برضو، انت مع الفكره بضوابط ولا مع الفئه؟ لا بص انا هقول لك على حاجه. ودلوقتي وانا عشان اعمل علاقه تكون العلاقه دي سليمه مع مراتي والعلاقه دي ينفع ان هي تنجح لمده سنوات، لازم اعمل ايه؟ لازم الاول اول حاجه يكون في ما بيني وبينها ثقه، ولازم يكون في احترام. ولازم يكون في ان احنا في صراحه ان احنا انت ليك صديقه؟ انا ليا صديقه هي اللي جوزتك صحيح زي ما بيقولوا؟ ليا زمايل. هي اللي جابت لك العروسه؟ هي اللي جابت لك العروسه؟ لا لا لا. لكن ما زلت تعرفها بعد الجواز؟ مراتك ما عندهاش مانع؟ لا اعرفه موقع زمان الشغل، اه مفيش اي مشكله، ونكلم بعض ونعيد على بعض والكلام ده كله. ممكن تحكي لها مشاكلك؟ مفيش اي مشاكل يا فندم. ممكن تحكي لها مشاكلك؟ مش كلها طبعا. مش كلها طبعا. يعني لو انت متخانق مع مراتك او في مشكله ممكن اكون مثلا يعني اكتر واحده تفهم الست، الست زيها فتستشيرها انت لو مكانها. لو انا شايفها هي ناجحه مثلا في بيتها، وشايفه ان هي ست وكويسه في بيتها والكلام ده كله وبتراعي ربنا، فاكيد طبعا شفت مثلا مراتي في حته هي متضايقه وانا مش عارف احدد الحته دي، فممكن اسالها لا مثلا شفت مراتي مثلا متضايقه في الحته الفلانيه وفي كذا كذا، ايه رايك؟ ممكن تقولي لي ايه في الموضوع ده؟ انت ليه بتحاول تدخل العلاقه في ان لازم الانتيم الست تبقى لو انا عندي مشكله في مع مراتي ليه احنا مش قادرين نقتنع بان انت ممكن تبقى عندك الاحساس انك عايز تكلم حد صاحبك كانه راجل بس في شكل ست؟ لا يعني ما عنديش مشكله، انا بقول مثلا ايه اللي فيها قله ادب او ايه اللي فيها خدش في الحياه؟ بقول لحضرتك انا لو في يعني طالما في ما بيني وبين مراتي ثقه وفي احترام بالظبط، بالعكس هو مع الفكره فمفيش اي حاجه. ايوه بس هو بيلون دايما بيقول ايه لو انا شفت مراتي متضايقه؟ لا وقال كمان لو هي ملتزمه، لو انت عندك صاحبه متدينه، لو انت عندك صاحبه وتصحى الصبح تصبح عليها صباح الفل اخبارك ايه مش عارف ايه انت كويسه وبيتك كويس واولادك كويسين ايه ده؟ تمام إيه بس لازم برضه في نفس الوقت ان انا اكون مراعي برضه مشاعر زوجتي. تمام ممكن يكون الحاجه دي بتضايقها. طب وضايقها ليه؟ ست عندها غريزه طبعا لانك انت مع الفكره طبعاً. يعني هي شايفه منك انت وانت بتكلمها هي ممكن ما تبينليش، بس هي ممكن تكون حاجه بتضايقها يعني ممكن ما تبينليش حاجه زي كده بس هي اكيد بتضايقها. طب ما تسالها اكيد بتضايقها برضه يعني. طب انت مع الفكره يعني. وبتقول لو هي محترمه هي ممكن تروح تحكي لواحد زميلها محترم عن مشكله بينها وبينك؟ لا مفيش ما بيننا الكلام ده اصلا يعني. طب ليه؟ ايوه تعالى هنا بقى الرجل الشرير. طب انت بتقول انا مع الفكره. تمام ليه بتقول مع الفكره؟ بقول يعني اصلا مش اكيد مش هتطلع اصحاب بيتنا بره يعني. ليه؟ لان في ثقه ما بيننا فاكيد اي حاجه. وايه علاقه الثقه ان في بيني وبينك؟ انا مش عارفه اتكلم معاك، انا كزوجتك مش عارفه اتكلم معاك وانت راجل محترم وانا بحبك وبعايزك وانت مش عارفه اتكلم معاك، دي تبقى مشكله من عندك. كرسيك وتعالى جنبنا. انا بقول مش عارفه مين هيبقى حاجه. انا صديقته برضه لو بنتكلم بنفس المنطق ده، صديقته اللي هو بيشتكي لها وهي مثلا تكون متجوزه برضه لو بنتكلم جوزها مش عايزها برضه يبقى ليها صديق، يعني برضه جيبيها من الناحيه الثانيه ان هي ثقافه عامه يعني الرجل رجل. انتوا بتطلبوا مننا كستات ان احنا نتقبل الثقافه الاخرى ان زوجي يبقى ليه صديقه. اوكي تمام احنا واقفين عليها، بس هو لا يتقبل. هو ليه لا يتقبل؟ طب انت مع الفكره حضرتك زوجه؟ لا حاليا لا. لا انا اللي انا عايز بس في حاجه بس في حاجه اصبحت نازل انا يعني انا تمسكي بزميلي انا كان في مشكله بيني وبين زوجي، قلت له انا حسيت ان هو مش بيتكلم، فقلت له شوف صديقه من اللي انت تثق فيهم، انسانه من اللي حواليك من انت تثق فيهم واحكي لها. هو اللي يثق فيها ولا انت بتثقي فيه؟ هو يثق فيها وعشان انا اعرف مشكلتي منها هي مش منه هو. غير قادر، ممكن الزوج يكون غير قابل التعبير معاكي انت، ممكن اكون انا مش قادره اطلع انا اللي جواه، ممكن تكون مشكله عندي ممكن تحل لكم مشاكلكم، لكن ممكن يرتاح. اصل دي بتبقى كيمياء بين الاشخاص، انا ممكن اعرف احكي تطلعي مني مشكلتي. استاذه مفيده ما تعرفش. اذا بيبقى في ناس مخلصين، انا بتكلم على الصداقه المخلصه، يقدروا يساعدوكي في الحياه، يبقى في مسانده في الحياه. انا عندي سؤال تاني عايز اساله لرشا المره دي. يا رشا قولي لي وجهه نظرك، لما يجي زوج هو عايز يحكي
بيجي يقول لك والله انا عندي صديقه الفلانيه دي وصاحبتي وانا برتاح لها، هل ده مش يرضيكي انت من جوه ان هو لو كان عايز يعمل حاجه غلط ما كانش جه قال لك؟ لا هو حط نفسه تحت السبوت لايت. طب ايه اللي جايب عليه بايه زي ما بيقولوا؟ يعني لو هو كان عايز يعمل حاجه غلط او لو عايز يظبط نفسه غلط ما كانش جه قال لك. صح، لكن مجرد ان جه قال لك يبقى اذا في صداقه بينكم. المبدا صح، بس هقول لك حاجه، اللي عايز يعمل حاجه غلط نتفق على كده بيعملها، مش مستني صديقه ولا غير صديقه. تمام اوكي اوكي، بس فكره ان ليه صديقه اساسا ويروح يتكلم معاها يبقى برايفت او انتيم، كلمه انتيم دي هي الاعتراض. ما في ناس يعني فوق الشبهات برضو يعني محترمين، ما في ناس فوق الشبهات، هما دول اللي هما مثلا لو اصدقاء اللي هما كانوا يعرفوا بعض من ايام المدرسة. بالظبط بالظبط، بقالهم 15 سنة. شكلك هتغيري الكرسي برضو. لا 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 مش بتكلم في كده، بتكلم مش دول كبروا وكل واحدة بقى ليها زوج؟ هي تمام. هي جوزها قابل ان هي تبقى انتيم جوزي؟ ايوه، لان هو واثق فيا. ايوه، في الجيل الجديد كده بيبقوا مع بعض في المدرسه وبيشوفوا بعض بيخرجوا مع بعض كلهم. كل مثلا هي ما تتعرفش عليا ايوه انا ما زوجي متعرفه. أيوة 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 أيوة، يبقى هنا بضوابط. انا ما زلت موافقه ان هو يتعرف عليك. طيب. على انا موافقه ان هي تتعرف عليك جميل، بس انا مش هتعرف، انت مش صاحبتي يعني انا اتعرف عليكي بس ما تطلبيش مني ان انا ابقى صاحبتك. انا يعني انا بتكلم كلام واقعي مفيده، ده بيحصل. انا جوزك هو اللي صاحبي خلاص، وهو اللي انا بثق فيه واحنا علاقتنا محترمه. طب بس ما تجيش تقولي عشان انت متجوزه جوزي فانت لازم تبقي صاحبتي. انا مش عايزاك تبقي صاحبتي. لا ما هو بس انا اعرفك. نقف عند النقطه دي وناخد ايه شعيب لانها بقالها شويه على الهوا. اسمحوا لنا نطلع. انا اعتراضي على الانتيم. طيب خلينا بعد الحوار وعايزه اسمحوا لنا نطلع مع ايه شعيب. مساء الخير يا ايه، هي في ضيافه استاذ سيد امين. مساء الخير يا ايه. مفيده، مساء الخير يا منى، مساء الخير على كل مشاهدي الستات ما بيعرفوش يكذبوا، طبعا على ضيوفكم في الاستوديو. احنا موجودين عند استاذ سيد موناليزا ومعانا الاستاذه مراته ميرفت رشاد، وهنساله على طول سؤال مباشر، هل حضرتك ترضى انه المدام يبقى عندها اصدقاء رجاله؟ بادي زبد، عندما اتكلم في هذا الموضوع اسال اي واحد من الموجودين في البرنامج، لو من الستات لو صادق واحده زي مفيده تعمل ايه؟ تضربه بالنار. القضية يا جماعة مربوطة بالشكل الذي تقبله أن يكون صديقا لزوجها. لازم تبقى حضرتك تقصد ايه يعني؟ لو وحشة عادي؟ لو وحشة هتقبلها عادي جدا، اذا كانت متفق عليها في الجمال والثقافة هتقبلها وتقول له اهلا صديق مصر كلها. انما عندما تكون اجمل منها فلو هناك لحظة انتظار. وهذا امر سائد في المجتمع. يا عم انا عملت لك حاجة في المعينة. احنا مشكلتنا هنا في المجتمع علمت صوت الراجل اسمعه. لا يا جماعة اتكلم ببساطة، اتكلم براحتي. اتفضل. لو ذهب رجل للزواج من امرأة مصري وكانت تتمتع بحميمية عاقلة وتأخذ حقها من زوجها كما يأخذ حقها منها، يقول عليها أنها لحظة انتظار، وعندما يتزوج امرأة باردة محافظة يقول الله أنا متجوز مرتبة. الراجل ما بيعجبوش العجب يعني؟ ما بيعجبوش العجب. طب أنا عايزة رد على السؤال، حضرتك توافق أن أستاذة ميرفت يبقى عندها صديق؟ لا، أصل مراتي جميلة أخشى ولا أحب. وبعدين خلي بالك يا أستاذة، انا عايز اوصلك لحاجه مهمه جدا جدا. طب تخشى من ايه؟ انا اخشى من حاجه واحده بس، ان ليس في زوجتي ولكن في من الراجل صادق. كل الامور بتتحول معنا الى تضخيم بعد فتره من الزمن. فلما اقصد عايز اقول لك على حاجه، انا نفسي مراتي تقلع الحجاب، وبتكلم ببساطه اهو، نفسي مراتي تقلع الحجاب، ولكن المجتمع بيقول لها لا. يا حضرتك بتخاف من المجتمع مش منها؟ لا حضرتك واثق فيها. انا مش بخاف من المجتمع. انا بقول للمجتمع لحظه انتظار، اريد ان تعرف حدودك وماهيتك في التعامل مع الاخرين. المجتمع بيتدخل فيما لا شان له فيه. يعني انا تمام. انا معلش، انا مراتي وبتجيب لي كوبايه الشاي ببوس ايديها، لو حد شاف يقول دي مصيبه. هي مش محتاجه كده اصحاب تقريبا. طب ايه رايك ناخد رايها؟ خدي رايها بس ارجوك. واضح ان هو عنده اصدقاء ستات، مش عارفه انا حسيت. لا انا بتهيالي اكتر واحد عنده اصدقاء ستات ورجاله يعني، الحمد لله. لكن انا بقى في الاخر انا صديقته وبنتكلم مع بعض كتير يعني، برضو ما بنحبش يعني ندخل حد في حياتنا. يعني حضرتك مع الفكره ولا ضدها؟ مع ان انتوا يبقوا عندكم اصحاب من الجنس الاخر يعني، حضرتك يبقى عندك صاحب راجل او هو يبقى عنده صاحب ست؟ صاحب هو بالنسبه لي انا ما اقدرش يبقى عندي صاحب راجل.
لكن هو ممكن ليه بقى؟ يعني ما مش هيبقى في او في سني انا مش ما عادش فيه الواحد يتكلم فيه او يبقى فيه مشاكل او الحاجة ده الحمد لله. لكن في ناس كتير اصدقاء سيد ستات وكده بيجوا ويتكلموا وبياخدوا رايه في حاجات وانا قاعده وبتدخل في الموضوع كمان يعني ما مش فارقه معايا الحمد لله يعني. فده حاجه نعمه يعني الواحد بيتقبل اصدقاء سيد صداقه بس بحب الحمد لله الحمد كمان. لله اوكي يعني حضرتك عندك صحاب ستات انا على فكره نظرا لسن بس هي ما ينفعش يبقى عندها اصحاب رجال لا بس لحظه انتظار هو السؤال ليس جزما الرد عليه ولكن الظروف المحيطه بالانسان هي التي تحدد مصير العلاقه انا عن 71 سنه وبموت في مرفت دي بموت فيها جنون فازاي اقبل تتحزوا يا فندم ما تتحزوا على فكره برضه هقول لمفيده واقول منى وعلى فكره انا عايز اقول لك كلمتين مهمين جدا جدا بالنسبه لمفيده ما بحبش حد يقول لها استاذه ولا يا منى استاذه انتوا اكبر من اللقب دي واحد نمره اتنين انا معلش يعني مستمتع بالحياه الى درجه انا بتخيل امراتي عندما تزوجتها في اول ما اخترتها اتعامل معها حتى اليوم بانها الانثى التي رغبت فيها وصديقه وكل ماليه كل الاماكن حضرتك مش محتاج حد دي مصيبه اصلها دي مصيبه يعني انا على فكره لم ارى سيدات تانية يعني ما شاء اتعامل ما شاء الله الله اكبر الله اكبر طيب نروح لهم في الاستوديو ونرجع تاني خليه مع حضرتك نروح لهم في الاستوديو ونرجع شكرا يا ايه وعايزه اقول خلي بالك لو مرات يعني جوزك هيصاحب واحده زي مفيده لا ما ينفعش والله العظيم كده استاذ سيد انا والله العظيم اجدع صاحبه ممكن اي حد يصاحبكم يعني صحيح. وده قارون ده ما يغركش المنظر ما غرق حرام عليكم حد يقول عن نفسه كده على هوا مصيبه يعني وصريحه وجدعه واشيل صاحبي وكل حاجه اجمل حاجه ان هو بيقول انا بحب مراتي وشايف احسن حد في الدنيا وبموت فيها لكن رجل شرقي قلب رجل شرقي فجاه فمفيده عندها سؤال دي. انا الفكره بتاعت استاذ سيد برضه هو بيأكد على الموضوع ده بس انا عايزه اعكس لسؤالي اللي كان قبل ما نلتقي مع الاسره الموجوده معانا وكانت هايدي عندها الاجابه بتاعتها ليه لو الراجل عايز يعمل حاجه غلط يجي يقول لمراته انا والله صديقتي فلانه الفلانيه ودي ست جدعه وانا بحترمها وبحتاج منها مشاعر وفي المقابل انت شايفه محتاج منها ايه؟ محتاج منها جدعانه يعني صحوبيه جدعانه مش مشاعر جدعانه يعني وفي نفس الوقت انت اتعرفتي عليها وشفتي ان هي ست مش في دماغها ان هي تعلق جوزك يعني ان الست واضحه ان هي عايزه تهلك على دماغها يعني هي مش في دماغها مش في دماغها انك برضه تفضلي رافضه هذه العلاقه. لا انا عندي بقى سؤال ليكي تاني قول. هل الزوج يقبل ان انا يبقى عندي انتيم راجل؟ انا لازم زوج يقبل طالما انا قبلت. لا انا بتكلم مش احسن مني في حاجه. لا خلينا في الواقع انت قاعده في البيت يعني ويطلبك زميلك ولا في الشغل ويحكي لك حكايه وبتاع يعني واخش اقول له فلان معايا على التليفون خلاص عنده مشكله لو لا مش زميل لا انتيم صاحب حد متربي معاك في حاجه وصاحب حاجه لو معاه في الشغل فهو بيتكلم معاها في نطاق الشغل لا. هيسالها على حاجه اكتر واحد صاحبي اتخانق مع مراته وكلمني وانا قاعده في البيت مفيد انا عندي مشكله دلوقتي وهي مجنناني وبتاع واحتمال ننزل نصالحهم على بعض واحده بس انا هخش اتكلم كذا كذا اطلع ايه اللي حصل ده كذا 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 طب انزلي شوفي هو محتاج ايه وروحي ظبطي حضرتك برضو إيه لما كلمت استاذ احمد قلت له انت ليه بتدخل نطاق الصداقه في المشكله ما هي دي برضو نطاق الصداقه في المشكله في مشكله انا في ليا اصحابي اتصلوا بيا يقولوا لي مفيده احنا عايزين فلان الفلاني ده انا متخانق كذا في الشغلانه الفلانيه ده حاجه بقى لا مراته ولا بتاع واشوف وانزل واكلمه ها عملت ايه خلاص هي مفيده هي جدع هي ما تخوفش يا استاذ سيد امين هو مفيش حاجه اسمها غلط انا مش مهم انا المهم عايزه اردكم انتوا تمام مفيش حاجه اسمها غلط يعني لو عايز يعمل حاجه غلط مفيش حد بيغلط مره واحده ثانيه واحده في حاجه اسمها مقدمات للغلط بمعنى اوكي انت عارفه جوزك عارفه ان هو من الاخر ميال شويه او مش سالك شويه او عارفه ان الست اللي قدامك دي مش دايركت لو هتتحجي عليها تعملي ايه يعني دي حاجه وردوا على بعض يعني لو هي الفكره بالنسبه لك قلق انت هتقعدي تحجزي عليه كل شويه هتتهوسي اساسا يعني هاي دي انت شايفه ان ده رجل مريض ازاي حضرتك اللي بتقول عليه عبير ده رجل زوجك يقبل ما يقبلش ان حضرتك يبقى ليكي صديق وحضرتك تقبلي ده تنازل في حد ذاته لا انا ما قلتش كده احنا ايكوال انا زيه انا يوم ما اتجوزته هو اتجوزته بحياته وهي الفكره عارفه الفكره الحديث كله يتلخص في بوست كان على الفيسبوك من كام يوم
بيقارن ما بين الحوار اللي كان بين تيمور وشفيقه في الفيلم بتاع تيمور وشفيقه وبين الحوار اللي كان حد خالد سليم تقريبا وفاتن حمامه من الباب المفتوح. بيقول لها بتاع الباب المفتوح شايفه صالح سليم سوري اه بيقول لها انت مش لازم كيانك يدوب في كيان حد ومش لازم تتنازلي عن نفسك عشان خاطر حد. الفكره هنا بيتكون في التكوين في تركيبتك. في ناس اجتماعية لازم يكون عندها صداقات مش لازم ان انا يوم ما اتجوز اموت. ده انا كونسبت برضو استقبلته وقت ما اتجوز انا متفقه. لا خلاص ما فيش صداقات. طب ينفع بس اكمل اكمل ما فيش صداقات ما فيش لا ليه انا عندي ناس من 20 سنة ومن انا عندي 32 سنة يمكن ناس من ايام ما كنت في اعدادي وايام جامعة انا سافرت انجلترا ناس من وقت ده تلات سنين. في ناس حصل ان احنا تقابلنا وبقوا صحابه في ناس لأ لسه يعني في ناس ظروفهم سامحت مش مسافرين موجودين في مصر فتقابل وتعرفوا في خروجات عادية. أنا بقول الفكرة وأنا الفكرة أنا جوزته بكياني وتركيبته وأنا قبلها بالزبط. هو جوزني بكياني وتركيبته وقبلني هي مش باكج هي بقى على مش أنا مش أنا دايرة وراه. أنا جوزي قبل الجواز يمكن ما كانش ليه يعني بيتكلم مع ستات زي دلوقتي بسبب شغله. ناس مثلا عايزة منه خدمات كتير ناس عايزة مصاحب بسبب شغله. أنا قبلت ده دلوقتي لكل مقام المقام الاخر يعني انت رغم انك ضد الفكره لكن انت قبلتي حاجات طبعا طبيعي انا فاهمه في حجم وقت خروج وحجم رفاهيه اكبر واحنا مش متجوزين ده طبيعي. بعدها انا خلفت بشتغل شغلانه تناسب عيالي يعني بشتغل مدرسه لمجرد ان عيالي يدخلوا المدرسه انا بشتغل فيها يعني مش بعمل اللي انا عايز اعمله. في تضحيه بتتعمل بس الكيان نفسه ما يموتش. يعني انا كبني ادم انا زي الراجل ولو في مستوى من الانسانيه انا عندي صداقات وعنده صداقات ما فيهاش في كونسبت لانه لو في حاجه غلط معلش الرجاله بيعملوا حاجات غلط مع بعض دلوقتي. طيب مش فكره لا معلش ننضف دماغنا في اوروبا راجل اخطر عليكي واخطر على بيتك من مشوره ست. تصدقتي وقفتينا النقطه مهمه جدا مشوره ست اهم يستشير ست صاحبته في مشكله بينك وبينها ممكن هي تهدي لان هي ست عشان انتوا رابطين الموضوع ان انا اصلا ضحك كلمه الانتيم واشتريت ناس اصلا انا مش خالص مع البنات لان ستيل في جزء بتاعي انا الزون بتاعتي مش بكل الناس بحكيهولي. انا عايزه ارد على البوينت على موضوعات حلوه انتوا لا انا عايزه ارد على البوينت دي. طب ممكن بعد الفاصل افتكري بس الكلام ده. وهايدي بتقول كلام مهم جدا هو انا لازم اموت الصداقه دي علشان انا اتجوزت بس كده مش بعد الجواز ان انا اعمل صداقه حقيقيه. هايدي بتقول كلمه حلوه قوي انا ليا تكويني انا ليا حياتي انا مش محتاج ان انا ادوق مع جوزها الغي كياني لمجرد ان اتجوزت التقاليد ومش التقاليد. طب ما كان في الخمسينات والستينات المجتمع كان نظيف ومحترم. دخلتي موضوع التقاليد يعني احنا زي ما احنا خلينا نطلع لفاصل نواصل حوارنا الممتع جدا كروس فاير هايل بين فريقين جامدين جدا بعد الفاصل. مش عايزه اقول لحضراتكم في الفاصل يعني رجلان وست ستات قاعدين المناظره جامده جدا في الفاصل. خلينا نسمع ارائهم اللي قالوها في الفاصل. انا مش عايزه احرقها بس رشا كان عندها تعليق على كلام على هايدي. كلام هايدي دلوقتي بتقولي اما الواحد بيتجوز بكينونه معينه ويحافظ عليها اما يتجوز ما يدوبش ومش لازم يموت صداقاته على لا هو مش الواحد معناها انه بيتنسف او ينسف حياته او كذا او كذا. هو الواحد اما بيرتبط بحد طبيعي طبيعه سنه الحياه ان الواحد انت بتتطوري مع سنك او بتخلفي او كذا او كذا فطبيعي جدا ان انت بتتغيري كبني ادم ممكن جدا مش بتغيري من كينونتك او بتمسح شخصيتك ده انت شخصيتك بتتطور. لو انا اللي اخترت ان ده لا يناسبني كصديق دي حاجه لا ما هو ايه علاقه ان انت خلفتي بالمخاوف ممكن ايه علاقه ان لا مش كلامك يا رشا يعني الواحد لا الواحد بيتغير مع الزمن وبشخصيته بتنضج ممكن بيتخلى هو عن اصدقاء بيتخلى بقراره دي حاجه لا وبعدين بيجي له في حياته ثانيه اصدقاء ثانيه وممكن بيدخل الأسرة أصدقاء تانيين اللي هو بيعرفهم مثلا في إطار الأسرة اللي هم ينفعوا ساعتها. يعني سهل قوي الواحد يتنازل عن زمايل عمره مش زمايل عمره ما هو الحياة بتمشي ما هو في بعض الأصدقاء خلاص المدرسة بتخلص وبعد كده الجامعة
مش شرط استمرينا. في استمرتي في استمرتي لا ليه الرفض ليه زي ما بتقول سونيا كانت في الفاز بتقول ملهاش علاقه خالص فيها هلع من فكره لا لا ملهاش علاقه فيها هلع المراه والواحد مش واثق في شريكه مش هيرتبط بيه دايما ما تسالي ست وترفض صداقه زوجها بست هتلاقي هي عامه الست عندها عامه عندها عامله مشكله ودايما تلاقي علاقتها بمامه زوجها مش كويسه واخت زوجها وكل انثى في عند عيله جوزها هي عدم ثقه في نفسها هي اعتقد دي. انا عندي من الثقه اللي تخليني اخلي جوزي يكلم اي حد ويحكي لها اي مشكله وانا ما عنديش مشكله لا في نقطه انا ما عنديش مشكله عارفه يا سونيا انا معاكي في وجهه النظر دي وبروح ارد على عبير كلام سونيا هنا صح وفي كمان مجموعه من الافكار اللي بتقول ايه نادرا ما بتبقى في علاقه سويه بين الرجل والمراه اصل ما فيش انت عمرك شفتي راجل وست وهما فعلا يبقى صداقه بينهم وبين بعض وانت من ضمن الناس اللي بيفكروا ان نادرا ليه بصي يا استاذه مفيده اولا انا بس في نقطه كده حاجين على الست قوي رغم انها الطرف الاضعف اوكي رغم ان القوامه للرجل لو هو قبل من البدايه ان يبقى في صديقه في حياه مراته هي اوتوماتيك هتقبل بعد ده تمام حتى لو كان في غرابه في الاول فاحنا ماسكين يعني في الطرف الاضعف وعمالين نعصر فيه لا ده انت عندك هلع لا ده انت عندك مش عارفه ايه حتى لو الاستاذه بتقول ان هي امه او اخته او 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 لا الموضوع بقى كده مش غيره انها تاخد واحده تاخدهم لا الموضوع مش كده موضوع ان انا عايزه جوزي يهتم بيا يبقى انا عندي من الاخر جوزي مقصر في هذه النقطه فانا بغير من اهتمام اي حد تاني يعني انت طب يعني العلاقه لازم تبقى مساويه عشان اغير يعني في حاجه ناقصه ان مجرد ان وجود صديقه في حياه جوزك ده معناه ان هو تقصير منه فان هو ما تديني انا ده بالظبط الواجب ده يبقى المشكله مش طارق يبقى المشكله يبقى المشكله معلش لا لا يبقى المشكله في الزوج هنسمعكم عشان ما تضيعوش الكلام ليه انت حاطه الاثنين في نفس السطر انت زوجته ممكن ده يبقى موجود ده موجود انت ام عياله انت الونس انت الامان طب ما انت صاحبته ايه اللي يمنع يكون عنده اثنين ما هو هي دي الثقافه اللي بقول لك عليها عايزه نفسك في الميزان مع حد ثاني انا قلت ايوه دلوقتي الاثنين هاي دي بتلمس نقطه مهمه لا لا تمام حبيبتي البني ادم السوي حبيبتي البني ادم السوي عنده اكتر من صديق مش سامعين اولا احنا مش ضعاف مبدا ان الست ضعيفه انا عايزه اعترض على النقطه دي يعني خلي هايدي تسال على واحده لا دي عندها هلع لا ده بتغير طب ما طبيعي الواحده ما دام بتحب جوزها ما هي طبيعي هتغير لو ما بتحبوش مش هتغير عليها حبيبتي هتغير عليها اللي هو ايه اللي هو دلع يخلي الحياه الدلع اللي خلي الحياه لها طعم حلو وانت بتتسبسب لمين انت مش عارفه بتعمل ايه لكن مش اقلق لو اتاخر مش اقلق لو كلم حد لا وبعدين اذا كان هو عايز يمشي او بينفع بيتاخد اي واحده تعدي عليه لا لا ولا تاخده لا يتاخد كده هي بتقول لك هي بتقول لك ده لو معلش هي بتقول لك هي بتقول لك ده وقتي يعني يعني هو بدل ما يهتم بيه يهتم بيه ده وقتي انا مش مع مثلا يقول لك لا اصل انا ليا صديقه انا رايح اخرج معاها في كافي شوب بس احكي لها مشكله وانا سايبك قاعده في البيت لا انا مش مع كده لا انا مش بقول كده انا كده انا كده الحمد لله اما انت مع ايه لا انا مع ان في صديقه موجوده بستشيرها ممكن نخرج كلنا مع بعض وانا هتكلم معاكي قدام مراتي ومراتي سامعه طب ممكن انا معلش انا مخنوق شويه انا هكلم فلانه في التليفون بس هقول لها كذا كذا وانا عندي ثقه وعارفه فلانه دي هتقول لجوزي ايه وجوزي عارف فلان ده هيقول لي ايه انا بتكلم على صداقه واضحه الصداقه المختفيه اي حاجه مختفيه فيها حاجه غلط لو انت صادقت واحده بطريقه مختفيه يبقى في حاجه غلط وطالما ما قلتش عليها اصل المختفيه دي ممكن يعني دايما بكلمها المختفيه دي ان الراجل خليله عليها صديقه تقول لك اصل ممكن ما دام انا عندي نيه اصل ممكن تطور العلاقه يبقى انت عارفه ان عندك عجز يبقى انا من المبدا المبدا العلاقه بايظه هاخد من كلامك واسال الاستاذ احمد انت فعلا ممكن تبقى الرجل لما يبتدي يخبي زميلته كلمته في التليفون وبتاع يبتدي يخبي يبقى هو فعلا في نفسه في حاجه غلط طبعا اكيد في نفسه في حاجه غلط طبعًا. يعني اكيد لازم يبقى كتاب مفتوح طبعا طيب احنا معانا تليفونات نفوسه نفيسة أم نفوسة مساء الخير على كل الموجودين مساء الفل والجمال اهلا بيك مساء النور ممكن اقول رايي في الموضوع طبعا اولا ست كبيره يعني مش صغيره يا أهلا. اولا الصداقه هي نوع من انواع الحب بل ممكن تكون اقوى انواع الحب
يعني مش معقول يكون في مشكله في الزوجيه ويبقى بايز جوزي بيفكر امتى يتقابل حب اخوي يعني ولا حب ايه او صديقته عشان يحكي لها على المشكله اللي بيني وبينه. المشكلة وانا قاعده جنبه. طب يعني المفروض ان هو يسالني انا واحنا نحل مشاكلنا مع بعض، ما الجاش لحد غيري. احنا بنقول لو حاصل يعني ده مش معناه ان انا في احتكار في الحياه الزوجيه او الحياه الزوجيه ليها خصوصيه خاصه. عايز احل مشكله معايا استاذه نفوسه. هي رافضه الفكره استاذه نفوسه. انت مش في انواع كتيره جدا من الحب؟ يعني انت بتحبي ولادك غير لما بتحبي جوزك، غير لما تحبي اخواتك، غير لما تحبي مامتك، غير لما تحبي جارتك. الصداقه من اقوى انواع الحب. لا اي نوع من الحب ده؟ لا الصداقه مش شرط انها تكون من اقوى انواع الحب. لا هي اقوى انواع الحب. لا ليه؟ لان ممكن الانسان يستغنى عن اي حد الا عن صديقه. مين اللي قال كده؟ انا بقول لك اي كده. انت صديقتك. طب شكرا على رايك وميرسي قوي للمداخله. وعانا استاذ وائل اعتقد معانا تليفون تاني. سوري يا هايدي، هنسمع رايك. استاذ وائل مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حضرتك مساء النور يا فندم. حضرتك مع ان زوجتك تبقى ليها زميل او انتيم وحضرتك كمان هي بتوافق ان حضرتك متجوز ولا لا الاول؟ هو حضرتك بس في البدايه لمست عليكم كلكم المشكله يا فندم، مشكله الثقه. لو الانسان واثق من نفسه اساسا والست تعرف ان الراجل متجوزها يعني هو اختارها اهم حاجه في الدنيا عنده. بالظبط. وهو واثق من نفسه انه ما بيعملش حاجه غلط، وهي كمان واثقه انها جوزها ما بيعملش حاجه غلط. طبعا الصداقه مطلوبه ما بين الاثنين. يعني لو انا واثق في نفسي، انا عارف ان مراتي لو عندها واحد هيبقى هيكلمه، وانا ما عنديش مشكله في الموضوع ده لان انا عارف انا ايه وعارف هي هتعمل ايه وهي كمان نفس الموضوع. انما الموضوع ان الثقه مش موجوده اساسا، يبقى الجواز اساسا اتبنى على غلط، مفيش ثقه في النص، يبقى طبعا مفيش حد هيقبل حاجه. صح يا استاذ وائل، انا بتفق جدا مع رايك، بس يكون في ثقه. الثقه موجوده من الطرفين. هو استاذ وائل بيقول يا جماعه انا طالما في ثقه بيني وبين مراتي تصاحب اللي هي عايزاه وانا صاحب اللي انا عايزاه، لان في الاخر وفي الاول احنا عارفين بعض. ما هي دي النقطه. انا تليفون تاني. مروه اتفضلي. ازيك يا مفيده؟ ازيك يا منى؟ ازيك يا مروه؟ تمام الحمد لله. بصوا انا يعني اوبن مايندد وكل حاجه، وطول عمري مدارس فرنسي مع صبيان والكلام ده كله، ما فيش مشكله. بس انا ضد تماما موضوع الصداقه ده. ليه بقى؟ يعني اولا لو احنا بنتكلم اكتريتنا الطبقه المتوسطه في الشعب المصري، الراجل مطحون. عايزه اعرف بقى هو هيكلم صديقته امتى؟ اذا كان هو ما بيقعدش مع مراته يقدر يتكلم. اذا كان طول الصبح الراجل لو شغال في بنك او في جامعه، دكتور في الجامعه وكده، بيرجع الساعه 5 6. طب لو في واحده بالفعل زميله وبتطلبه بتساله في مشكله، انت تتضايقي ترفضي ده؟ اذا كان انا بتصل على جوزي احيانا وساعات ما بيبقاش فاضي يرد عليا الصبح. لو لقى الوقت ورد مكالمه في دقيقتين. لا يعني. طب ليه انا دلوقتي انا هو هيكلمها؟ ايه اللي ممكن يحكوه لها ما يحكوليش؟ ايه المشكله؟ هي اللي بتحكي له. هي اللي بتحكي له. يا مروه انت عماله تقولي في اول التليفون انا متفتحه. انت مش متفتحه خالص، انت ما زلتي بتاكدي فكره الاحتكار في الزواج بتاعي. يعني انت لو عندك دقيقتين اتكلم فيهم معاه، اتكلم معايا. افرضي يا ستي هو بيحبك وهو انت كويس وجات واضحه حكيت له، بس هو بيرتاح لواحده ثانيه مش بترتاح، هي بترتاح. فهموني بس، انا عايزه اقول ان العلاقه علاقه ما بين الراجل والست مش غريزه، صداقه. انا متصله وبقالي ساعه عايزه اكلمها. ايه؟ انا بقالي ساعه عايزه اسمعوا رايي بس. انا مش الفكره هنسمعك. لما اهم دور للزوجه هي ان هي تكون صديقه لجوزها، لما الدور ده يبقى واحده ثانيه بتعمله، يبقى الزوجه دورها ايه بقى؟ طب وليه يا ماما انت محدده ان دورك بس انك تكوني صديقه؟ انت صديقه وهو صديق وعنده صديقه ثانيه، انت بتحلي حاجات وهي بتحل حاجات. لا انا بقول لها كمان هي بتطلبه في مشكله، انت ترفضي انها تكلمه ليه في المبدا؟ لا ما اصل بصراحه شكلها يعني انا يعني ايوه. وبعدين مفيده قالت وجهه نظر، طب ماشي لو في اطار اسري، انا مثلا جوزي بعرفه طيب. عليها وده مهم، تبقى اسره واسره ده مهم. مفيده بتقول ان هو مش لازم، انا يعني مش لازم اصاحبك. لا لازم تصاحبيني. ليه يعني هتكلميني في البيت؟ لا ليه اصاحبك؟ انا بحترمك وبحترم بيتك، بس هو صديقي. ما بتحترميش لو انت تكلمي. ليه هو انت شايفه مني ايه غلط؟ يعني انت شايفه مني ايه غلط لما اجي اكلم صديقي اللي انا عارفاه او بيننا وبين بعض شغل وبكلمه في شغل؟ ايه علاقه ان انا لازم اصاحبك؟ ايوه اهلا وسهلا. طيب مروه هي لازم تكون وحشه؟ مش حلوه زي ما في ده. هي لازم تكون وحشه؟ هو انت عارفه لو انا فعلا لو انا مش انا
كنت انتوا وافقتوا. انا كعاطف، انا كعاطف. ماشي يا مروه. شكرا يا مروه. شكرا. طبعا عايزين نرجع لايه شعيب معانا برضو، هنرجع لايه وعايزين نسمع راي حضرتك جدا يعني. في نقطه بس انا معترض على في المكالمه. طب اتفضل. يا استاذه مفيده بتقول لها مش متفتح ومش متفتحه. هو ليه انا اعتبر ان انا طالما معترض على مبدا ابقى مش متفتح؟ لا انت ما قلتلكش. او ما يملاش في دماغك يعني. انت الموضوع في ايه؟ التفتح هنا معنى التفتح، عشان انا بقى كلمه كونسبت التفتح ايه؟ ان انا اتقبل الحياه باشكال مختلفه، مش زي ما انا حاطه لها سيستم لازم نمشي عليه. انك انت تكون متفتح، ده معنى كلمه متفتح. ان انت شايف الدنيا مش ابيض واسود، ممكن يبقى فيه رمادي، ممكن يبقى فيه رمادي فاتح، ممكن يبقى فيه رمادي غامق. انا متقبله ده. معنى ايه؟ معنى ان انت ممكن تبقى عايز والله انا شايف ان انا ما ينفعش صاحب، ومراتي كمان ما ينفعش تصاحب حد، واحنا الاثنين نبقى قافلين مع بعض. لا هو واضح ان كل الرجاله موافقه ان هي تبقى ليها زميله وصديقه، بس وين ات كمز تو مراتي لا 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 التفتح يبقى متقبل الاخر. على فكره في نقطه يعني يمكن بعد الجواز كمان يعني 80% من الرجاله بيعملوها، ان هم بيبتدوا يختاروا صاحبات مراته. ده غلط. ما انا بتكلم في، انا ما عملتهاش، بس انا بتكلم في نقطه دي يوصل لكده فعلا. ده بيحصل وده انا شفته بعيني، ان في ناس بيقول دي ودي لا. يعني ايه؟ هنرجع لنفس الكلمه اللي قالتها هايدي. انا اتجوزتك بكيانك، مش معنى ان انا اتجوزتك انك اخدت عليا صك احتكار. تمام. انا اتجوزتك عشان نعمل حياه، زملات عندي حياه وانت عندك حياه. انت عندك وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر، بس عشان كده انا بس معترض على نقطه متفتح او مش متفتح. مفيش حد بيفكر في الاراء، بس هي الفكره. لا لا لا، هي الفكره ان كل واحد زي هي بقت حياه واحده خلاص، في كومن انترست. تمام. خلاص اصحابي بقوا جزء من اصحابي. لسه ما غيرتيش رايك انت؟ لسه ضد الفكره. طب نطلع لايه شعيب وهنرجع نسمع ارائكم تاني. ايه مساء الخير. استاذ ايمن طبعا اتفضل. سيد امين حضرتك ظبطتني يا استاذ ايمن. يعني انت ابتديت الحوار ان ما ينفعش حد يبقى صاحب مفيد. يا حمستي كتر خيرك، اتفضل. عليكم مره ثانيه. احنا دلوقتي هنسال استاذ سيد عن بقى الجيل الاصغر شويه، ولاده واحفاده. هل حضرتك بتشوف في الجيل ده موضوع بقى الصداقه وانتيمي وانتمتي ده موجود ومعاه ولا ضده في الجيل ده؟ على فكره انا معاه قبل وبعد، بس لابد تكون الارضيه اللي بتتعامل مع هذا الحدث عندها الخلفيه التي تستطيع ان تتعامل مع الغس والسمين بمعرفه. بمعنى يعني انا عندي احفاد عندهم هذا انتيم وغير انتيم مصادقات، وبنت حفيدتي كانت اول امبارح من 3 ايام وهترجع تاني، وبتقول لك لا انا لازم اعيش في المجتمع ده، لان المجتمع هناك بيحترم الصداقه بمعناها. انما هنا الصداقه جنس، الصداقة امرأة مزة مش عارف كذا. لابد أن نخرج عن دائرتنا فكرة المرأة الجنس. المرأة هي كائن رائع لو استطعنا التعامل معه بحقيقة لمسكنا السماء بأيدينا. ولكن عندنا مشكلة. حضرتك عندك بنات؟ أنا عندي بنات، عندي 3 بنات وعندي 19 حفيد. عندك مشكلة أن هم يبقى عندهم صحاب ولاد؟ بنتي الصغيرة اتجوزت صاحبها. اتجوزت صاحبها؟ اتجوزت صاحبها. عادي جدا، مفيش مشكله. وبعدين اقول لك على حاجه كمان، لما جه قعد معايا حذروه مني، قالوا له ده كذا كذا، قال لهم انا ما شفتش اب بهذه الصوره. انا ليبرالي، بس لما يكون اللي بتعامل معاه مدرك لابعاد الليبراليه. القضيه مش قضيه، بس هنا الصداقه هي اتحولت لحب وجواز وعادي. وانا في نقطه، طب هي اتحولت وهي مش متجوزه؟ انما بيكون واحد متجوز اتحول الى حب وبتاع، تبقى مصيبه سوداء. يعني كمان في نقطه، المجتمع المصري انت ما بتخافيش من اللي عندك. وبعدين أقول لكم كلمة مهمة جدا، الذي يعلق شرفه في ثوب المرأة لضاع شرف كل الناس دون أن يدروا. طب يعني حضرتك عايز تأكد على فكرة أنه الصداقة ما فيش فيها أي مشكلة إذا أدرك الآخرين معناها؟ أيوة. هو مشكلتنا الوعي، إحنا ما عندناش وعي خالص. أنا هقول لك على مثل بسيط قوي. في أنا كنت هخطب بنتي زمان وأنا صغير، فبتكلم مع باباها قال لي بص بقى، احنا التربيه بتاعتنا كذا وكذا وكذا، واحنا مش عارف ايه واحنا ايه والكلام اللي بيقوله كل حد. فقلت له طب مامتك كويسه؟ قال لي طبعا. قلت له اختك كويسه؟ خالتك كويسه؟ طبعا 100 100 مش عارف ايه. قلت له الشباب اللي ماشيين مع البنات بره جايبينهم من تايوان؟
لابد ان ندرك ان الذي امامي لابد ان يعي، مش انا اللي اقول عليه، هو يبقى عارف بيعمل ايه ومدرك لابعاد الحياه. القضيه يا جماعه احنا مشكلتنا ان احنا البنت حطينا في ام وقاعدين نقول خلي بالنا منها. ايه يا جماعه في إيه؟ علموهم كيف يتعاملوا واتركوهم نعلمهم الصداقه، يعني مفهوم الصداقه مفهوم الواعيه التي تدرك معناها وليس جداً. الصداقه طب الثقافه والوعي. طب اخد راي اخير من مدام ميرفت. اتفضل سريعا بقى. اول حاجه اما تكون الست ابتدت تاخد حقوقها والناس بتحترمها او الست دي ما حدش بيبص لها بصه تانية هتعرفوا قد ايه هتبتدي تتغير المعالم خالص. بس ف يعني لما تكونوا الست واقفه صلبه كده والناس تتعامل معاها الند للند، يعني ست وراجل هي واحد مفيش فرق بين الاثنين، هتلاقي الحياه اتغيرت خالص. ثانيا عقل العقل مش غريزه الغريزه بالظبط كده. مفهوم كده. ثانيا الجيل اللي طالع جديد هو دلوقتي اللي هيبقى واخد حقه انه يبقى ليه اصحاب. يعني بنتي تقولي انا خلصت ومتجوزه انا بكلم زميلي فلان او كده، يعني خلاص. يعني في دلوقتي حكايه ان البنت بتكلم صديقها بتاع الكليه بس بحدود زي ما كانوا بيتكلموا في الاستوديو. اكيد مفهوم جدا. اشكركم شكرا جزيلا نورتوني، وبعتذر طبعا للمشاهدين عن المشاكل التقنيه اللي كانت عندنا منعتنا ان احنا نطلع معاهم في الفقره. وبشكرك يا فوده وبشكرك يا منى وبشكر كل شكرا الزميله ايه شعيب، وشكرا الاستاذ سيد ومدام ميرفت. مع ان احنا عندنا الزواجيه غريبه، استاذ سيد قال لا انا ما اقبلش على يعني ان زوجتي جميله انا بغير عليها وما ينفعش يبقى في زماله ولا صداقه. ولما جم يتكلموا على الاولاد الاولاد يبقوا انا ابقى ليبرالي صادق وتصاحب وتتجوز صديقها. في ازدواجيه واحنا اكتر ناس بنظلم الست الحقيقه الستات. انا عايزه اساله معلش سؤال. هو رافض الصداقه بين استاذ محمد. طب انا هسالك سؤال، لو زوجتك في العمل وليها زميل في الشغل وهي عندها مشكله تخص حد من ابنائك فعايزه تجربه مماثله فكلمت مع زميلها ده كصديق وكزميل، ايه رايك انا عندي مشكله كذا فبدا يحلل عنده تجربه مماثله، انت شايف ان دي حاجه غلط او حاجه او عيب او ما يصحش؟ انا قلت في الاول طالما في اطار العمل، يعني هو زميلها في الشغل تمام مفيش مشكله، هو بيبقى قاعد معاها طول النهار في الشغل، يعني تدخل انت تلاقيها تقولك ثانيه واحده بس محمود عنده مشكله بحلها له وهتوافق؟ لا عشان انت قلت انا رافض. انا بقول لحضرتك مشكله حضرتك بتكلمني ان هو هيكلمها في البيت. لا انا بتكلم اصلا هتدرج يعني الحته الثانيه برضه عشان الثقافه دي انا نفسي افهمها. يعني حضرتك هي لو عندها مشكله ابن في دخول المدرسه او كده وشايفه ان ده عنده ابن في مدرسه وعنده تجربه مماثله وهي استشارته قالت له ايه رايك انا ابني في سن ابنك كذا كزميل وصديق في العمل طبعا. وهي جت حكيت لك انت شايف ان ده حاجه غلط؟ لا ده بالنسبه لي مش مشكله. طيب لو نفس الراجل ده حضرتك خارج اخر النهار مع مراتك وماشي في سوبر ماركت لقيته فبتقول لك ده فلان وسلمت عليه وقفنا نتكلم وعادي وده اللي استشارته، دي مشكله؟ لا طبعا. يبقى انت مش رافض الصداقه، يبقى حضرتك تيجي تقعد جنبي. ما هنا هنا برضه هي الزماله عايزه، هي دي الصداقه اللي احنا بنقولها. هو ليه دايما الصداقه؟ لا اصل دي دايما الصداقه حاجه غلط. لا احنا زماله، هو موافق على الزماله. ما هي دي زماله. لا معلش زماله هقول صباح الخير مساء الخير ومش هتكلم في حاجه شخصيه، بس بدل قلت له حاجه شخصيه عني مشكله انا وصلت للصداقه. لعبير والصداقه الانتيم اللي احنا معترضين عليه كلمه انتيم. هل انتوا رافضين مبدا ان جوازاتكم يبقى عندهم صديقه انتيم لخوفا من المنافسه؟ لا خالص. منافسه ايه؟ انها تبقى احلى. لا 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 ملك جمال العالم تيجي اهلا وسهلا. يبقى انت الموضوع كونسبت ان هي احلى. لا الغيره مش داخله في الموضوع ده خالص. امال ايه؟ هي فكره ان يعني فكره صديقه هذه ايه اللي هيتقال زياده عن ما يكون في صديق رجل لو ما لو حاجات في الشغل. لا في حاجات تتقال زياده هنعرف بس بعد الفاصل. نطلع لفاصل ونعرف ايه اللي بيتقال زياده يعني بين الزمايل وبين الصحاب لو زوجي لي صديقه انتي. بعد الفاصل في مجتمع بيضغط على الست، يعني انت تقبلي ان جوزك ليه ما تبقيش متحضره وتقبلي ان جوزك يبقى ليه صديقه انتيم وهو رافض تماما. هي بتقول ممكن كل مفيده قالت ممكن الست تحب ان كل اصحابه يبقوا رجاله لكن ست واحده لا. ايه اللي بيحصل يا رشا؟ انت وقفتينا عند النقطه دي. لا في يعني ايه اللي هو بيدور عليه مش لاقيه معايا؟ مفيده عندها سؤال. خلاص ما ايه في نفس يعني ايه رفضك يعني انا مش برجع عيد نفسي تاني لكن هو اللي انا بقوله انت ليه دايما حاطه ان وجود صديقه لجوزك
ان هي واقفه قدامك بالند ان اللي انت هتعمله معاها اعمله معايا، اللي هتقوله ليها ليه انت حاطه نفسك في في المواجهه دي، انت في كيانه تانية خالص، انت في مكانه تانية خالص، هي بتأدي دور صداقة، لكن انت كيان كبير، ليه مش قادرة تفهمي النقطة دي؟ لا، او ليه تتقبليها؟ انا قادرة استوعب ان في حاجة اسمها زميلة وفي حاجة اسمها صديقة كانت من ايام المدرسة، بس خلاص اما كبرنا خلاص بقت في اطار ما خلاص بقت في اطار الاسرة، يعني مثلا هي ليها زوج ممكن نتعرف كلنا ونبقى. يا ستي مالهاش زوج. يا انت بتحطي لا مالهاش زوج، هي غير مرحب بيها. غير مرحب بيها. خلاص كده. ليه بقى؟ ليه رشا؟ ليه؟ لان هي لان هي مالهاش مكان في وسطنا، يعني دلوقتي هي لا لا ثانيه واحده، هي مش معاه في الشغل نفترض. وهي لا من ايام معاه في الشغل. لا نفترض ان هي مش معاه في الشغل او معاه في الشغل بس مالهاش زوج. لا معاه في الشغل يبقى في اطار الزمالة. اوكي هي في اطار الزمالة. لا مش عايزين افور، يعني سبب العلاقه ان هي معاه في الشغل خلاص. اوكي مادام في الشغل يبقى مقتصر على الشغل. اوكي لكن ما يطلعش حاجه، يعني انت لو بتشتغلي واتطلقتي تحبي الناس تقطعك عشان اتطلقتي؟ لا لا انا ما بتكلمش. لا 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 انا ما بتكلمش. ما دخلناش في قصه المطلقه، انا بتكلم ان هو ما يروحش. انت اللي قلتي ما لهاش مكان بينا. لا ما لهاش مكان ان هو يروح يحكي حاجه جوه البيت. ليه اسمحي لي بقى اسمعي من حته الحفاظ على الاسرار دي علينا. ولا لا هو مش المفروض يحكي للراجل ولا للست. لا اسمحي لي برضو انا برضو نقطه انت ليه حكمتي لمجرد ان انا ما عنديش زوج ان انا غير مرحب بيا في الاسره بتاعتك لمجرد ان ما عنديش زوج؟ مش لازم الاسرار، يعني مش لازم هيطلع لها اسرار البيت. وكأن في حوار وكاني جاي اخطف جوزك. لا لا لان اي واحده هتخش هتبقى هي وجوزها واولادها، فهيبقى الكيس الريليشن او العلاقه هيبقى اسره. عبير نفس الفكره برضو. لا مش دي الفكره، ان طيب. تخش في علاقه او جوزك يبقى عنده علاقه مع سيده مش متزوجه ومش شريره ومش فيلنا ومحترمه وبضوابط. يعني مش المشكله عندي عمرها كانت في الست ابدا، المشكله في المجتمع الشرقي الراجل مش الست. طور لي عقل الراجل، خليه يعمل اكسبت الحاجات كتير او بتحصل اوتوماتيك، هتلاقي الست بتتبع ده. المشكله عندنا في الراجل مش في الست. الست ممكن تكون كويسه جدا ويمكن تكون فعلا منفصله عن جوزها وزي الفل، والراجل بدماغه هو اللي يستقطبها النقطه لان هو دماغه خدت طيب على كده. يعني انت شاكه في الراجل ما تثقيش في الراجل. ده عاده في الراجل مش في زوجي انا بالذات. لا انا ما بتكلمش عن زوجي، انا بتكلم بشكل عام. المشكله في الراجل مش في الست. اذا ايه اللي استاذ محمد رجل الراجل الست تبقى صديقته هو اللي بما معناه ان قلبه يمن لها، فلو قلبه من لها لان هو دماغه مجتمع الشرقي او راجل شرقي سيستم على كده. يبقى صديقه من غير صديقه هيروح. هناخد كلمه من محمد، هناخد كلمة من استاذ محمد. لا لا انا بعترض على الكلام ده، مفيش حاجة اسمها اصل الراجل. لا 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 خالص، هو الموضوع مش راجل وست. تمام. هو الموضوع احنا قلنا في الاول خالص الست عندها نقطة الغيرة والراجل عنده نقطة ان ما ينفعش انا ابقى قاعد ومراتي بتكلم حد تاني. يعني هو حضرتك ما ينفعش تقول بغيرة على مراتي؟ عيب. وانا بغير اكيد غيره، بس هي النقطه مش اوكي انا بغير انا كمان بغير على مراتي بس لا الست الغيره عندها ازيد وده ده متفقين عليه. انت مع ان الست غيره ازيد فلازم يعمل حساب الغيره دي. لازم طبعا لازم يقلل شويه حجم طبعا زمان. هي مثلا ما بتحبش الحاجه دي خلاص اوكي. لا وانا في نفس الوقت والله والله الموضوع مبدا في زماله في صداقه في اطار الاسره. الاول ايه تشتغل؟ لا انا مش هي دي. انتوا عرفتوا انا النهارده والاول مره لازم اقدم اعتراف. ايها الرجل انت ليك حق ان انت تدخلنا وليك حق انك تتعرف على ستات من غير ما تقول لمراتك، لان احنا فعلا بقتنا هبيس بنعمل مخنا صغير وان احنا عايزين نعرف حاجات معينه ومش عايزين نعرف يعني لازم هي تكبر دماغها علشان. ايها الرجل انا اعترف لك النهارده ان احنا بس ده مش مشكله. انا هنتكلم مع بعض. انا كنت قلت من الاخر بس استاذ احمد ومدام سونيا وان احنا مش عارفه لو طريقه تفكيرها. احنا سمعناكم عايزين نسمع بقى. طب هو الراجل يقبل ان مراته يكون عندها انتيه؟ هو احنا هنعمل حلقه للموضوع ده. احنا بمنتهى الغيره قررنا ان احنا نخلي جوازاتنا يعملوا اللي هم عايزينه وثبت المزه في البيت وظبطها وهي كده. لان انا لو الصراحه والوضوح هينكد عليها هينكد عيشته. انا معلش هيبقى ليا صديقه وانت انت بالعكس وهخرج معاها في كافيه بقى مش هيبقى قدام عيني عشان انا مراتي مضايقاني. برافو عليك. خلي بالك هذه السيده ممكن تكون بتصلح لك مشكله جوه البيت لانها صديقه مخلصه. يعني ممكن يكون بيشتكي على مشكله بينك وبينها. شوفي انت رافضه وممكن تكون حياتك اتصلحت
بسبب سيدة انت ما تعرفيهاش وهو عامل كل ده وهو يا حرام بيعمل حاجة كويسة جدا وانت شايفه حاجة كويس. الست احنا الوقت خلص. الراجل اللي ممكن يطير دلوقتي سوري مرة ممكن يطير في اي وقت صح. فانا حته ان انا افضل بحجم واركب علشان ما يطيرش استاذ احمد خد بعضك واقلع من هنا. طب استاذ احمد كلمه اخيره بس الوقت خلص احنا سمعناك ونسمع احمد وهايدي كلمه سريعه يا استاذ احمد. كلمه سريعه ان اللي بيناسب حد ممكن ما يناسبش الثاني ايه طبعا اللي يناسب حد ما يناسبش الثاني هي مش قاعده. طب هايدي كلمه سريعه بكرر طيب تمام. انا بشوف ان الحب قرار من يوم انا اتجوزت انا قررت احب جوزي في وقت الازمات المفروض ان انا اقرر احبه فانا مش هبقى قلقانه ان هو لو اتعرف على حد في يوم يحبه ويسيبني ويمشي ماشي. ففي المفروض ان انا محتفظه بتركيبتي وهو محتفظ بتركيبته بنعمل تنازلات عشان نقرب من بعض والجواز ينجح لكن مش يعني لو شكيت في حاجه وهو شك في حاجه هنحكي لكن مش القانون عامه مرفوض يعني انا مع القانون لانها علاقه لطيفه ما حدش واضح انه عايز يغير الكراسي كله متمسك برايه. بنشكركم جدا حلقه ممتعه شرفتونا شرفتونا ونورتونا واحنا محتاجين نغير طريقه تفكيرنا. شكرا بعد الفاصل وفقره المطبخ ان شاء الله انتظرونا.